مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا. النهارده عايزه اتطرق لموضوع تطرقت ليه كتير بس برضو ما قفلناهوش. هستنى تليفوناتكم وعايزه النهارده نلاقي حل. يعني النهارده انا هتكلم في كذا موضوع وهتكلم برضو في الكوره، هنجيب مشجعة نادي الزمالك اللي حصل عليها قلق في الفترة الأخيرة، عايزة تدافع عن نفسها. ولكن خلينا نروح نشوف الأول التقرير اللي بعديها هنتكلم نشوف ايه حل الجواز ده. يعني ما نتجوزش خالص ولا هو عايز وصفة سحرية ولا ايه اللي بقى اللي بيحصل لنا؟ تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني. حصل ان هو قبلها بيوم كان مزعق معاه وضاربها، وعمه خدها بقيت عنده، وصبح تاني يوم الصبح بدري جابها على ذمة ان هي خلاص بقى بقت حلف عليها ان بالطلاق ان هي ما تبقتش في البيت وبقت بره وخلاص، وراح جايه فبقول لها انت جيتي ليه؟ قالت له جيت عشان انت حلفت عليا بالطلاق وانا بقيت بره وخلاص، عمك خدني. قال لها لا انت ترجعي لبيت اهلك تاني. قالت له ماشي، هياخد هدومه وهاخد بنتي وهمشي. فلما بتلم هدومها قال لها كمان انت مش هتمشي كده، انت تمشي لازم انت تطلع من هنا ميته. فراح دلق عليها البنزين وده وقلب عليها الكوش. بس هي في فيديو كده شفتها في المستشفى بتقول ان هو دلق عليها البنزين بس هي اللي ولعت في نفسها. هو اللي ولع اي هي قلبت، وهي قاعده اصلا من المعنى الاصح ان هي ما كانتش بقالها جوز ايام، هي بتعمل اكل تاكل. فهو راح قلب عليها البنزين وراح الكوشه مولعه كده كده قدامه، راح قلبها عليها. هو الموضوع ده حصل بقاله قد ايه؟ يبقى له النهارده حاجه و30 يوم. 30 يوم؟ انا شايفاكي جامده شويه. مش زعلان عليها؟ زعلان عليها جامد. انا زعلان عليها ودي مصبرانه اكتر. يعني ديت امنتني عليها ان انا اخد بالي منها واربيها واكن انا بتقول قالت لي ان انت اكني ما ولدتنيش ولا ربطيني، دي هي صفاحي التانيه. بس انا بحييكي على قوتك، يعني انت بتتكلمي عليها زي ما تكون مثلا واحده صاحبتك او كده، مش بنتك يعني. مدهاني وامانته وخدها، فانا ايمان منك. ايوه دي امانته وادهاني وربطها وجوزتها، بس امانته وخدها ودي اداني، دي بتنام في حضني اكنها هي، يعني دي بتنام في حضني. وابوها محبوس بقى؟ ايوه ابوها محبوس. هو بيتخانقوا على ايه كانوا؟ كانوا بيخانقوا على الغيط وشويه بتنجان من سلفته وسلفه وحماته وحماها مين اللي خد البتنجان؟ يعني الحكايه يعني يوم يعني بنتك ماتت بسبب ايه؟ بسبب ان هم دي لا انت خدت بتنجان لا انت ما خدتيش، هي إيه وسلفته، فجايه بتحكي لجوزها برضه السلايف. بتحكي لجوزها انت عملتي كده ليه؟ انت لا بترد عليها ما تردش عليها، راح مسكها ضربها وراح طيح حلف عليها بالطلاق ما بقتش في البيت. مشت عمو خد قال له خلاص انت هتروح عند ابوها ونرجع تاني عشان نجيبها. هو كان بيشرب مخدرات او في حاجه؟ طيب وليها البنزين ده عادي يعني؟ وعنده موتور وعنده مكنه وراجل، ما وكان في بيجي هنا يصلي يشتغل في شغله، في حياته ما شفناه مثلا ماسك سجاره. كان كويس ايوه في حياته ماسك سجاره ومسك. يعني السلايف اتخانقوا على بتنجان؟ بتنجان وهو بتشكله وهو راح ماسكها ضاربها وراح طايحها حلف عليها بالطلاق ما بيتش. خدها عمو هناك بيتت يوم وصبحت الصبح جابها تاني. ليه الفيديو اللي معايا اللي هي بتتكلم فيه ده عايز تليفوني عشان اللي بتتكلم فيه ده كانت واعيه وصاحيه 21 يوم ما كانتش فاضله واعيه من اي حاجه. توفت سبب يمكن ربنا هو اصلا يعني المستشفى ماتت مكان ما اتحرقت احنا ما كناش عرفنا سبب موتها ايه. قصدي المستشفى اثرت في حاجه؟ ما اثرتش في اي حاجه المستشفى. شفتي الفيديو اللي بتتكلم فيه ده؟ ايوه ما هي كده دلوقتي بتتكلم في الفيديو ده. تحت الغايه تحت الغايه تحت الغايه ليه؟ لان محمد انت عايز تنقل من نفسي قول له اللي حصل انت على اللي حصل. انا عليا الكلام ده انت ما انت بقيت فين؟ المهم ان انا دخلت لميت بامي وبنت انت مش عامل انا بقيت عنها والصبح بيت وصبحت دخلت جنب البيت
خليك انه ما تلزمنيش تاني، مش عايزة. يلا امشي. لما تلموا ماشية الجماعة في الشارع قعدوني، هو طلع من جوه لنا قعد. انت قاعدة ليه يا برد؟ انا ما عندكيش دم. انت قاعدة ليه؟ يلا انا عشان تبقى عارفة انت كده محرم. انت طالب بتجيش، انت طالب، انت طالب. بقول لك انت طالب. انا قلت له يا محمد البلد اللي طالع راح زي علي الكشف عمال راح زي يجيب كم دغا مغرق. والله لا راح اطلع بطفي جريت على الشارع بتاع الشارع اللي طف فيا لما ما تشيل نفسها اللونين. هنا الدكاترة كانوا قايلين لك انها تعيش؟ ايوه، ولحد ما كده وبقت لا اخر اخر لحظة ان هم ركبوا لها الجهاز اللي هو بتاع التنفس. شعرها اتحرق ولا كان شعرها سليم ووجهها من ورا سليم، الوجه كله من اللي محروق قدام. بس مش شبهك يعني. طب وهي بنتها شبهها؟ لا. طيب ربنا يصبركوا و ربنا يعوض عليكي بقى بفوز. عايزه بقى اطلب من الحكومه ان هي زي ما ضاقت الشهر اللي هي كانت بتتوجع في جامد وانا مش قادره اعمل لها حاجه، ياما حوش عني انا مش قادره اعمل لها حاجه، ياما شيل عني اقول لها مش طب خلي عندك ايمان بالله جدعنة عشان بنتك، هو نصيبها كده. الحمد لله. بستغرب قوي لما بلاقي ام جامده قوي كده، ولكن بقول ربنا يعافينا. ما نعرفش الواحد بيبقى حاسس بايه، يعني هي ماسكه البنت في حضنها وبتقول ربنا عوضني بدي، انا كبرت وجوزت وعشان شويه بتنجان بنتها راح. كتير قوي اتكلمت انا في موضوع السلايف وخناقات الستات اللي بتجيب مشاكل دي، مفيش حد بيسمع برضو. اهدوا شوية يا ستات، اهدوا اهدوا، بطلوا تجيبوا مشاكل لرجالتكم وتخربوا. انا والله بعد ما بقول الحاجه ما ببقاش فاهمه هو يعني هو فين الغلط؟ يعني مش اي اتنين بيتخانقوا بيبقى سلايفهم هما اللي مقومينهم مثلا، او يعني الخناق في الجواز بيجي منين وعلى ايه؟ يعني انا هستنى تليفوناتكم ولغايه ما نلاقي حل للموضوع ده، لان بنتكلم كتير قوي في الموضوع ده ومش قادرين نلاقي وصفه. يعني واحدة داخلة الواحد يلا خلاص أنا مش عايزك ويروح مولع فيها، مولع فيها، يعني مش متخانق معاها ولا ضاربها ولا مطلقها. حاجة بقت صعبة قوي 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 قوي. وعايزين حل، عايزين حل، لأن بيوت كتير قوي بتتخرب وولاد صغيرة كتير بتتطلق ومعاها ولاد، و لازم نلاقي وصفة، لازم نعرف ليه الجيل القديم كان بيكمل، ليه الجيل القديم بيقعد 20 سنة و25 سنة و30 سنة واحنا لا. هنقعد نقول الكلام بتاع عشان ما فيش حد فينا بيستحمل عشان المسؤوليات؟ لا، في حاجة غلط، بنختار غلط. طبيعة العصر اللي احنا بقينا عايشينه ما بقاش حد عايز يبقى مرتبط باللي قدامه. الاخلاص والادب والاحترام ما بقاش موجود. معرفش معرفش في ايه. عايزه بس قبل ما ابتدي حلقتي، بس هو الفيديو ما كانش جاهز، انا كنت عايزه ابتدي الحلقه بالفيديو ده. كان عندنا في مصر المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل، و فاكرين لما كنت بقول على ميسي ومجيته وبتاع، وناس يقول لك يا عم ميسي ما جاش عشان يروج للسياحه، انتوا فاهمين غلط، ده جه عشان فيروس سي وعشان هو واحد من الناس اللي بيشارك في هذه الحمله وبتاع، بس هو اكيد اخد فلوس عشان يجي ولا ما اخدش؟ مش هقول ارقام عشان انا ما اعرفش،
لكن اخد فلوس، اخد فلوس عشان يجي، واحنا مش المفروض ندفع لحد فلوس عشان يجي. عندنا كان الاسبوع ده انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه، وكان عندنا ويل سميث. ويل سميث يعني عمل دعايه غير طبيعيه مع الاستاذ زاهي حواس. عايزه بس اقول لكم، لو اللي منظم استقبال انجيلا ميركل ده الرئاسه، يبقى خلوا الرئاسه هي اللي تعمل كل حاجه بعد كده وتحطوا لسانكم في بقكم. لو الجيش هو اللي منظم، لو المخابرات هي اللي منظمه، لو الجن الازرق هو اللي منظم اللي انا شفته ده اللي حصل، اللي عمري ما شفته في جماله ولا قبل ولا بعد، ويخلي كده لو ده بيتذاع على القنوات الالمانيه هيبقى اي حد فينا مصري ساعتها رافع راسه جدا، يبقى خليهم هم اللي يعملوا لنا كل حاجه في الدنيا، لان احنا بدل عرفنا نعمل ده يبقى احنا نعرف نعمل اي حاجه تانيه. يعني لو حكومتنا والرئاسه هم اللي عملوا اللي هنشوفه ده، يبقى احنا اللي مبوظين الدنيا. يبقى هم ممكن يعملوا لنا شوارع كويسه واحنا مش مدينهم فرصه، ممكن يعملوا لنا كباري كويسه واحنا مش مدينهم فرصه، ممكن يدونا اكل نضيف وكل حاجه بس احنا مش مدينهم فرصه. هتقولي مش مدينهم فرصه ازاي؟ مش مدينهم فرصه عشان احنا اللي بنغش في الاكل، واحنا اللي بنغش في الميزان، واحنا اللي بنوسخ برضو المياه جزء كبير. هتقولي طب ما مش عارفه ايه بيترمي في المجاري، ماشي تمام حلو، بس احنا برضو بنعمل حاجات كتير قوي. في حاجات من العصر اللي فات بايظه، لكن احنا دلوقتي كل ما حاجه كويسه بتتعمل بنبوظها. مترو بنبوظه، قطورات جديده بنبوظها، شوارع جديده بنبوظها. مول مصر اللي فتح من كام يوم ده، ادخلوا شوفوا اللي حصل جوه والناس داخله بتعمل ايه. تعالوا بس نشوف المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل. هي دي مصر، هي دي مصر بتاعت زمان اللي بنتفرج فيها عليها في الافلام، هي دي مصر اللي نفسي قوي اشوفها. احنا بقى بالرقي ده، بس الرقي ده مش هينفع فيه برشام ولا مخدرات ولا نصب ولا قله ضمير. عظمه وعراقه وفخر. تعالوا نشوف عملوا ايه. ايه
يعني انا متاكده ان الست دي كانت قاعده فاتحه بقها. اوعوا تفتكروا بس للناس البسيطه اللي بتشوفني، انت الهرم جنبك بيمثل لك شارع الهرم ونزله السمان وبتاع، الهرم جنبك فمش حاسس بحاجه يعني. الناس دي في بلادها ما عندهاش الكلام ده. ما عندهمش خالص ولا حاجه. يعني المانيا دي ما فيهاش حاجه. اه فيها نظام طبعا وفيها شغل وفيها جديه وفيها نظافه يشيبوا يعني في نظامهم الحقيقه، ولكن ما عندهمش تاريخ، ما عندهمش حضاره. يعني تشوفوا لو ست وهي بتسقف بتسقف بحرقه يعني رفعت القبعه لهذا التنظيم، وبلاش نعمل حاجات تانية نشوه بيها صورة مصر. يعني حكاية ميسي دي فعلا أنا شايفة أنها كانت مشينة بصراحة. يعني كان طالع بوست كده تريقة يقول لك جايبين صورة لميسي يقول لك واحد ندمان لما ما عجبتوش الخروجة. فعلا الوش اللي كان مديه وش قرف كده، ما كانش لطيف خالص. ف طيب هنرجع عايزه بس اشوف فيديو تاني وهستنى تليفوناتكم على موضوع الجواز برضو. مروان الشرباجي ومحمد الشرباجي، مروان الشرباجي ومحمد الشرباجي السادس على العالم والاول على العالم، واحد اكبر من واحد، واحد كان بيعلم واحد سكواش، ولما مروان الاخ الصغير تغلب على محمد الاخ الكبير وهما بيلعبوا مع بعض عيط، عيط ان ازاي يكسب اخوه الكبير. النهارده بس بحاول اوريكوا ان مصر لما بتبقى بتحب تبقى عظيمه بتبقى عظيمه، عظيمه جدا. ماليش دعوه بركن المخدرات والتكاتك والبتاع، الحاجات اللي الدوله لسه مقصره فيها عشان هي صعب تتحل. لكن انا متاكده ان الوزير الداخليه عايز يقضي على المخدرات هيقضي عليها، هيقضي عليها. الداخليه لما بتحب تعمل حاجه بيد من حديد يعني هتعملها. بس نفتح مصحات الاول عشان الناس دي ما تتجننش علينا لما ما تلاقيش مخدرات. تعالوا نشوف الجمال بتاع مصر الحقيقيه لما اخين بيلعبوا ماتش واخ متعود يدرب اخوه ولما يكسبه يبكي ان ازاي كسب اخوه الكبير. تعالوا نشوف. بقول لكم مبروك انتوا الاثنين، مش مبروك على السكواش، مبروك على انكم اخوات بجد. بنشوف اخوات بيقطعوا في بعض واخوات بيقطعوا بعض على ميراث واخوات بيعملوا، بصوا دول اخوات لمجرد ان واحد كسب واحد في لعبه مستعيبها فبيعيط متاثر. الناس دي فين؟ يعني انا بقيت مفتقده جدا حواليا بني ادمين. انا الحاله دي عندي لوحدي ولا انتوا كمان؟ يعني انا في حياتي اليوميه بتقابل مع ناس مش حاسه ان في بني ادمين، مصالح جدا وتلون جدا ونفاق هستيري هستيري. فين البني ادمين اللي بجد؟ راحوا فين؟ طيب ناخد تليفون من مين؟ مين؟ مارتينا اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك يا ريهام؟ اول مره تتكلمي في برنامج صح؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي، انا كنت بكلمك عن المشكلات اللي انت كنت بتتكلمي عن المشاكل سبب المشكلات الزوجيه ما بين الزوج والزوجه. هنا عاده الموضوع هتلاقيه بغض النظر عن كل المشكلات واسباب المخدرات وتعاطي المخدرات والحاجات دي،
بس يعني في احيانا بتكون في اسباب نفسيه بتمر بنسبه الادرينالين بسبب الحاله الفسيولوجيه اللي الراجل بيكون فيها اول ما بيجي من بره البيت. لو الراجل لو الست تفهمت اللحظات الاولى لربع ساعه الاولى بس اول ما الراجل بيحصل له ايه لما بيدخل اول ربع ساعه فسيولوجيا في البيت؟ الراجل نسبه الادرينالين في المخ بتكون اعلى من المعدل الطبيعي بتاعها بسبب المشكلات اللي هو بيكون مر بيها في مدار يومه، فبتكون نسبه الادرينالين اعلى من المعدل الطبيعي، فبيكون بيعمل يعني بيكون سهل اثارته لاي مشكله تافهه وعبيطه. طب ولما بيصحى الصبح؟ لما بيصحى الصبح هيكون في النسبه العاديه، انا مش بتكلم على انه لا، اصل قصدي اقول لك ان في ناس كتير قوي تقول لك اصل جوزي بيصحى العفاريت بتتنطط قدامه. لا دي هي على فكره مش دايما اللي احنا بنسمعه بيبقى هو الحقيقه، يعني ممكن تكون مش دايما احنا اللي كل اللي بيشتكي لنا من حاجه بتكون هي دي الكلام اللي بيقوله 100% صحي. احيانا بتكون في حاجات تانية احنا مش عارفينها، يعني مش دايما اللي انت بتسمعيه هو ده اللي بتصرح بيه هو ده السبب الحقيقي للمشكله، في اسباب تانية ما بتبقاش هي ما بتتقالش. نفس المشكله على فكره بالنسبه للزوجه، يعني الزوجه بتبقى برضه نفسيتها مش متظبطه في 3 ايام في الشهر، يعني من كل شهر بتكون اللي عندها الهرمونات بتاعتها فيها لخبطه وبتكون متعصبه واقل حاجه بقول لك ايه. بس اللي انت بتقوليه ده موجود على 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 مر الاجيال، يعني في حاجه في البني ادمين. ايه اللي حصل لنا بقى؟ اللي حصل لنا ان الستات زمان كانت بتعرف تستوعب اللحظات الحاجات الصغيره، والرجاله كانت الدنيا اهدى، يعني كانت رتم الحياه مش بالسرعه اللي احنا فيها، ما كانش بيعدي عليهم او ما كانش بيكون مطالب منهم كل المسؤوليات. طب اللي نعمل ايه بقى؟ لو يعني عشان نتجنب معدل كبير من المشكلات صدقيني هي بس في التو تابس دول، يعني لو الست استنت ما قالتش مش اول مره الراجل، هي طبعا كتر خيرها، يعني هي برضو على مدار يومها بتكون استوعبت مشكلات كتير وشايله هم العيال لوحدها وعندها برضو لو هي بتشتغل شغلها وفي مشاكل، يعني هي تبقى مستنيه شريكها في الحياه ان هو يشاركها في كل المشكلات والاحداث اللي حصلت في اليوم. انا مش باجي على الست بس انا قصدي ان هي بس لو تستنى ربع ساعه نص ساعه بس اول ما بيدخل من البيت هنقدر نعدي نسبه كبيره قوي قوي من ردود الافعال اللي ما بنبقاش مسؤولين عنها. بس عايزه اقول لك برضه ما تحصريش المشكلات كلها في الفتره اللي بيدخل فيها من البيت، يعني لان في ناس كتير بتتخانق في الويك اند. يعني انا اكيد اكيد انا معاكي، يعني بس اكيد أنا في اسباب ثانيه برضه، اكيد في اسباب ثانيه كتير واسباب فرديه، بس انا بتكلم على الحاجات الكومن، يعني على الحاجات العامه، يعني ان احنا فيزيولوجيا ممكن يكون نفسيا احنا مش مظبوطين. انا بشكرك جدا. عايزه اقول لكم انها برضو مارتينا لفتت نظري لحاجه، ان احنا بقينا مرضى نفسيين برضو، يعني انا متهيألي ان زمان ما كانش في غيره بين الزوج والزوجه، دلوقتي انا بحس ان لا، ممكن زوج يغير من زوجته او زوجه تغير من جوزها. نقص ان الواحد يتجوز مثلا حد مش من بيئته او مش من مستواه او مش كده فيحصل مشاكل. الزهق، الملل، ان انت الثقافه بتاعتنا بتاعت ان انا لو مصاحب واحده هخرجها واوديها واجيب لها ورد واعمل لها وبتاع لان ما بشوفهاش كتير ومش طايلها ومش بتاعتي، لكن مراتي لا، مراتي بقت مراتي موجوده في البيت بقى، تاخد على دماغها ما هي قاعده، اقول لها كلام وحش كلام حلو ما هي قاعده، اهتم بيها ليه اهتم بيها ما هي موجوده. والست نفس الحكايه، بس انا مش عايزه اظلم الستات قوي لان بشوف ستات غلابه كتير برضو، يعني في ستات طبعا قويه وبتقوي الواحد على امه وتقوي الواحد على اخوه ومش عارفه ايه، بس الفئه اللي انا بتكلم عليها المحترمه السويه، يعني الراجل برضو بينسى ان الست بني ادمه شويه، يعني عندها احتياجاتها، كلمه حلوه ما فيهاش حاجه، يعني انا متهيالي ان الستات سوري يعني اهبل خلق الله، يعني لو سمعوا كلمه صغيره حلوه خلاص الدنيا عدت. انا بحس ان دايما لو مشينا على روشته ربنا وهي الموده والرحمه والسكينه، الرحمه دي يعني ايه؟ ما هو انت كل ما تيجي تتخانق مع اللي قدامك لو رحمته
لوجه الله، ريحته في المناقشة اللي بيقولها، قلت له كلمة حلوة، بررت له ان هو مثلا متعصب دلوقتي او تعبان، دي كلها رحمة. المودة بقى ان احنا ما نقولش لفظ مش لطيف في خناقة او عدم احترام، نخلي فيه مودة طول الوقت. طب معلش شكلك متنرفزة دلوقتي، طب حاضر هعمل لك اللي انت عايزاه. طب ما بقاش فيه ده متهيألي. سهام مساء النور، اهلا بيكي. والله انت كلامك كله صح، انا عايزه اقول لك فعلا بس ما بعرفش اعمله. مفيش مواد رسمه، ما بعرفش اعمله. وعايزه اقول لك كمان ان فعلا ثلاث ارباع ناس بقت مرضى نفسيه، دي حقيقه، ده بجد والله. بس والله وعايزه اقول بشوفها في بشوفها في عينيهم، يعني بشوفها في نظراتهم. اي حد يقول لك عكس كده يبقى مش مظبوط. والله. وبعدين انا زوجي اللي بيقول زوجة بحبك ولا لا ليه؟ طب وليه لا؟ نادر والله، بقت حاله نادره. الضغط بقى عالي على الناس كلها. وبعدين لما تيجي تتناقشي مع اتنين متجوزين يقول لك وهو مين اتنين متجوزين بيقعدوا يحبوا في بعض؟ وهما مين اتنين متجوزين؟ طب ما انتوا غلط. هو المفروض الاتنين متجوزين دول متجوزين عشان يحبوا بعض، مش متجوزين عشان ينهوا الحب. خلاص ايه؟ ما انا مش فاهمه. خلاص ايه؟ خلاص دي بتاعتي. خلاص حصل ايه يعني؟ بقت في البيت بقى. مين قال كده؟ يعني الراجل مثلا اللي بيحجب مراته او يقول لها ما تخرجيش او متدينه، هو انت الدين عندك متجزئ؟ يعني انت مثلا ما تخرجيش وما تروحيش وما تجيش وما تلبسيش وما تكلميش وما تعمليش، وده عيب وده يصح وده ما يصحش. طب ما هو الدين قال لك حاجات برضه، يعني الدين قال لك حاجات برضو، ان انت في الاخر مراتك دي ما تنامش معيطه، ما تضايقهاش، كلامك كله يبقى طيب ليها، غير حاجات معينه لو عملت او عصيتك او ما طعتكش او او او. لكن في استهتار في المعامله غير طبيعي، متهيألي هو ده اللي بيؤدي ان الواحد يحس ان يعني ان الناس اللي بتطلق دي بتبقى لا عايز تخلص من النكد. يعني لان زي ما مارتينا قالت، احنا في عصر في ضغوط كتير قوي، ضغوط ماديه. يعني احنا الامريكان، جوزي بيقول لي دايما يقولوا بيل افتر بيل، يعني فاتوره ورا فاتوره. احنا بقينا كده على فكره، احنا بقينا ما بنفكرش في حاجه خالص غير هندفع ايجار الشقه امتى. على فكره ده انا وانت واغنى واحد في مصر بيعمل كده. هندفع امتى الشغاله؟ لا النور، لا الميه، لا ايجار البيت، بنزين العربيه، مدارس العيال، العيال عايزين كسوه. كل شهر عندك حاجه، كل شهر عندك حاجه، وكل اسبوع بيعدي عندك حاجه. في ظل الضغوط دي والشغل والحياه والبتاع، الواحد بيبقى في الاخر محتاج قوي انه يروح يسمع كلمه كويسه، او يلاقي حد مبتسم، او يلاقي حد يقول له بحبك. يعني فكره ان مثلا وحشتيني ما بتتقالش، لان احنا قدام بعض فما فيش مجال ان يتقال وحشتيني. بس هو ممكن على فكره يبقى فيه وحشه برضو وحب. يعني انا بس شايفه ان الواحد يضمن اللي قدامه دي حاجه وحشه قوي، ان 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 الواحد يستهتر. يعني كان في الكتاب اللي هو يقول لك، بس هو كتاب يعني عنوان مش هيعجبكم شويه، يقول لك واي مان ماري بيتشز، يعني ليه الرجاله بيحبوا يتجوزوا الستات اللي مش، لانهم اذكياء. يعني كان مكتوب في الكتاب ده حاجه غريبه قوي، يقول لك انت متخيله مثلا ان لما جوزك يدخل عليكي مثلا وتبقي محضره له الغدا ولابسه حلو ومبتسمه وتقولي يا حبيبي كل، وتاكليه في بقه وتطفي له النور عشان ينام الظهر، وتخلي مفيش صوت ومش عارف، انت كده متخيله انك بتعملي مجهود، وان انت كده ست مثاليه. هو كاتب لك بقى في الكتاب ده انك ست هبله، لان هو كل، انا اسفه جدا اني بقول الكلام ده، انا عارفه ان الكلام ده فيه رجاله كتير قوي مش تنبسط مني، بس هي دي الحقيقه اللي توجع. وعلى فكره مفيش حد هيتغير، يعني مفيش ست كويسه بتعمل كل ده هتتغير لما انا اقول لها اتغيري. لكن طلع ان انت لما تحضري الاكل وتحضري له هدومه وتعملي مش عارفه ايه، انت كده ده نوع من الدلقه، فده ما بيعجبش الراجل. يعني زياده الاهتمام دي بتخنق.
مش محسسانك حاجة بعيدة أو صعبة المنال أو إنه يفكر فيكي إيه مالها النهاردة، طب أرضيها إزاي، طب مش عارفة إيه، مع إن هو ده الصح. لا ده بيقولك إن من الحاجات الشاطرة جدا اللي تعمليها إنه أول ما يدخل البيت يلاقيكي لابسة ونازلة، إنك مش مهتمة أساسا إنه رجع. تعملش كل يوم، وبيقولك ده مش كل يوم، شدي ورخي يوم كده ويوم كده ويوم كده. لما قريت الكتاب وقفلته، وده كان اعلى مبيعات بس سيلر في امريكا، حسيت ان ممكن يكون هو ده الصح، بس انا مش عارفه اعمله. ايه التكتكه والخطط، ولما يدخل هعمل ومش هكلمه عشان اتقل، ليه ما بقى متجوزه واحد كويسين مع بعض وبندي لبعض كل حاجة على قد ما نقدر، وبنحب نبقى مع بعض وبنحب نشارك بعض في الحاجة، ولو هو مش مقدر ده أو الست مش مقدرة ده خلاص. لكن أنا هتجوز واحد عشان أتقل عليه، ولا هتجوز واحد عشان ما أكلموش، ولا هتجوز واحد عشان أعمل له تكتكة إزاي أبقى ذكية؟ ده ذكاء. لا، ما أنا لو مش عايش مرتاحة وتلقائية يبقى ما ينفعش. فهي صعبة، احنا فاهمين حاجات، ممكن نكون فاهمين كده ان احنا بنعمل كل اللي علينا وهو مش حقيقي ان الست كل ما تبقى بيتوتية وبتعمل الاكل والشرب والبتاع انها يعني يقولك ايه مش راح عارف عليها واحدة، وواحدة ما تشوفها دي مراته فلة وعامله له بيت جميل وموضبه له الاكل وموضبه له هدومه وملهاش صوت ولطيفه. ما بتنفعش اللطيفه دي للاسف الشديد، ما بقتش تنفع. لازم النخشة اللي تلففه حوالين نفسه، اللي تبقى مش معرفاه راسه من رجليه. وليه طيب؟ عشان ايه؟ ام محمد إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام؟ ازيك يا محمد؟ عاملة ايه؟ كله تمام؟ ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي، جزاك الله كل خير. ربنا يخليكي يا حبيبتي. والله يا حبيبتي ما في كلمة من اللي أنت قلتيها غلط، والله يا حبيبتي ادي طوابع العشرة كلهم شمع. والله أنا ما عنديش حد، أنا يعني عايزة أقول لك حكايتي، يعني أنا أمي مصرية ووالدي ليبي وعايشة هنا طول عمري، واتجوزت هنا وخلفت هنا. جبت عيل واثنين وثلاثة، جبت سبعة عشان ماليش أهل، ماليش سبع عيل ما شاء الله. معايا سبعة وأنا عايشة في حماية وحماية ربنا، وماليش حد غير أمي وما عنديش إخوات. فقلت أعيش، ما أعرفش، فجأة كان كويس، فجأة كل حاجة اتغيرت من حياتنا. طلقت أنا بقى شايلة حمل السبعة لوحدي، بعاني يا مدام. طلقتي ليه بقى يا أم محمد؟ ما فيش اتفاق، وسيبنا انا والاولاد على طول خلافات ومعرفش. سابك عشان معرفش واحده يعني، ولا سابك ايه؟ حاجه زي كده، وحيد مش واحده. وحيد. بس انا يعني انا ماليش اخوات، واتربيت بعيد عن ابويا، لان ابويا برضو كانت امي سايبه ابويا. وبيصرف على عياله ولا لا؟ نعم. بيصرف على عياله؟ والله اقول لك ايه، والله العظيم وحياه ربنا، والله يا مدام ريهام يعني يوم يديهم ويوم لا، لان هو كمان تعب، لان هو كمان تعب. انا تعبانه والله يا مدام ريهام، مش عارفه اعمل ايه في المسؤوليه اللي عندي دي، لاني انا بقيت لوحدي في الدنيا. طب سيبي بس نمره تليفونك يا ام محمد لغايه. ربنا يعزك وربنا يا رب يعني يهدي كل واحد، لان الاولاد والست هي اللي بتتعب في الاخر بالحمل ده. انا ممكن اسيبهم، بس انا مش جايني قلب اسيبهم، مش جايلي قلب. لا ما تسيبيش عيالك ابدا ابدا، لا مهما يحصل. خدوا النمرة. الطلاق حاجة مش حلوة خالص خالص، وبهدلة للست غير طبيعية، وتحس في مجتمعنا انها ضاعت، وللأسف الشديد نظرة الناس ليها. والراجل اللي بعد كده اللي هيجي يتقدم لك واهله، اللي يقول لك دي متطلقه ودي عامله وبتاع، ما ادركتش الموضوع ده غير لما كبرت. يعني كنت فاهمه ان الجواز بتاع الحلال يبقى حاجه صح، طلع انك تتجوزي وتتطلقي دي حاجه
حاجة غير مقبولة بس برضو هي معادلة صعبة. هتقعدي مع واحد وانت متضايقة ولا هتطلقي وتشتري حياتك؟ طيب تطلقي تبقي لوحدك، مش قادرة تقعدي لوحدك، لأن سنة الحياة انك تبقي مع راجل، تبقي مع راجل وتديله جدا 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 ويطلع لك مشاكل كتير جدا جدا جدا. الحل ايه؟ منولعش صوابعنا العشرة شمعة؟ أنانيين؟ نبقى ناخد مين؟ ايه؟ نبقى أنانيين؟ نبقى عارفين مرة طلعت في حلقة وقلت حاجة لطيفة جدا بس هي صعبة تتعمل، إن الواحد يطنش، يعني يكبر دماغه، يعني يجي عند اي مشاكل يطنش. بس زي ما هي بتقول كده، لو مش بتسمع كلمة حلوة، لو مش بتلاقي تصرف حلو، لو مش بتلاقي عشرة لطيفة، طب لازمتها ايه؟ حسن المعاشرة ده ليه رجالة بتعتبر ان الست دي ملهاش قيمة بعد الجواز، وان الناس زي ما هي كانت عايزة تسمع بحبك وتطبطب عليها وتقول لها انت حبيبتي ليه؟ عشان مش حاسس كده؟ طب ليه؟ ما هي دي نفس الست اللي انت اخترتها برضو قبل كده لمجرد انها بقت بتاعتك. يعني هتقولي انت بتتكلمي بس على الرجاله، عشان هو في ستات وحشه بس الاكتريه الرجاله هي اللي بتيجي على الست، لان الست بطبيعتها ربنا خلقها معطاءه جدا وبتبقى عايز تحافظ على بيتها وعلى عيالها. اكيد شهد. الو. ايوه اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كله تمام. انا اول مره اتكلم على الهوا في الفيديو، وبحب حضرتك جدا جدا جدا، بقالي اكتر من 5 سنين بحاول ان انا اكلم حضرتك. 5 سنين؟ ليه؟ انت عندك كام سنه؟ انا عندي 19 سنه. طب انت عندك 14 يعني؟ او انا بسمع حضرتك من زمان جدا، وكنت بحاول كتير جدا اوصل لحضرتك. انا اصلا كفيفه وحبيت حضرتك بمجرد ان انا بدات اسمع حضرتك من غير ما اشوف حضرتك خالص، وكان وحلمي ان انا اقابل حضرتك في يوم من الايام ان شاء الله. وانا بحب حضرتك جدا جدا جدا، يعني مهما ما وصفت انا قد ايه بحب حضرتك مش هعرف اوصف، لان اتعلمت من حضرتك حاجات كتير جدا، وانا بجد فرحانه قوي قوي ان انا بكلم حضرتك دلوقتي. انت مش فاهمه انا فرحانه قد ايه، لان انت كده حبيتيني بقلبك. يعني انا سمعت حضرتك كتير جدا، وبجد انا يعني انا بجد فرحانه جدا. يعني انت ما شفتنيش، انت سمعتي صوتي بس. انا مولوده اصلا وانا كفيفه، فانا يعني تابعت حضرتك بمجرد ان انا بس سمعت صوت حضرتك. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي هي معجزه الهيه ان انا بكلم حضرتك دلوقتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ده انت اللي جميله. وفكره ان انت تقولي انك ما شفتنيش وما اتفرجتيش على حلقاتي ولكن سمعتيني، فانت سمعتيني بقلبك، ودي حاجه غاليه عندي جدا جدا جدا، لان بدل انت حبيتيني ومع انك بتسمعيني بقلبك بس، يعني دي حاجه جميله قوي، لان الشكل هو اللي بيخلينا نحكم بالظاهر وبالطريقه، ولما العينين تبص للعينين بتفهم اللي قدامك صادق او لا. ففكره انك تسمعي صوتي وتحبيني بس دي حاجه غاليه عندي جدا، ولازم نقابلك قريب جدا. رجعي الغاده من فضلك تكون معانا شهد الاسبوع الجاي. عايزين النهارده نوصل لطريقه ان احنا نخلي كل الناس اللي زعلانه من بعض تدوب مشاكلها. خلينا احنا الست او راجل ايا فيكم اللي غلطان ياخد قرار كده مع نفسه، انه يجي على نفسه، انه يشوف ممكن يعمل ايه عشان يعدل الحياه دي، ما يفكرش ينهيها. لان انت على فكره هو التوفيق في الجواز ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن في الاخر احنا لازم نعمل مجهود اكبر شويه برضو، ونمشي على الروشته اللي هي الموده والرحمه، ونحاول مره واثنين وثلاثه واربعه لانها تستاهل المحاوله.
يعني زمان وانا صغيره كنت اطلع اقول ايه، لو مش عاجبك اتطلقي. لما كبرت دلوقتي مش بالسهوله دي. برضو الستره حاجه لطيفه جدا. طيب احنا شفنا موضوع الزمالك، وانا مش عارفه انتوا يعني انا ما كنت موفقه ولا مش موفقه في اللقاء ده، بس انا كبني ادمه يعني انا مثلا داخله اللقاء ده، هي البنت اسمها ايه معلش؟ انا داخله على ان في مشجعه مريضه بالسرطان، ربنا يعافينا يا رب ويشفيها يا رب. والبنت دي راحت قابلت شيكابالا و و و و اسأله بس ماهر لو يقدر يجيب لنا ليه ما هو قال ساب يجيب لنا الراجل اللي كان قال انها مش عيانة على التليفون دلوقتي. لا لا يجيبهولي على التليفون دلوقتي، مش فاكرة اسمه ايه. وان هي راحت قابلت شيكابالا وناس تانية من الزمالك، هي مجنونة بنادي الزمالك جدا، وان هي كانت على الفيسبوك وكده بتمشي ورا اللعيبة يعني تحط صورتها وهي حلقة شعرها او شعرها واقع، الله اعلم فين الحقيقة، عشان تكلم اللعيبة. طلع اتنين او تلاتة بيشتغلوا في نادي الزمالك وقالوا ان البنت دي مدعية وان هي مش عيانه. فانا البنت صعبت عليا بصراحه، فقلت ان انا اجيبها واثبت قدام الناس كلها انها مريضه زهره. ولكن اللقاء راح في حته تانية خالص في النص. يعني انا فاكره ان دي مريضه سرطان وهتيجي وتقول اهي التقارير الطبيه وانتوا ظلمتوني وانا واحده تعبانه وعيانه وكده. لقيت كلام تاني خالص بيتقال، وانا ولا بقول انها مريضه ولا بقول انها مدعيه. هي بتقول انها مريضه تبقى مصدقه، ما تهقيش ان حد هيقول على نفسه مريض، ولكن برضو رفضها اثبات ذلك حاجه غريبه. يعني انتوا شوفوا اللقاء واحكموا، ولكن انا كان من واجبي ان انا اطلع كلامها زي ما اتقال بالظبط. تعالوا نشوف. انت قلب الدنيا، الناس كلها بتتكلم عليكي وناس زعلانه منك وناس واللعيبه زعلانين منك. انا ايه مشكلتي مع الناس؟ مش عارفه انا عارفه ايه مشكلتي معاهم. لا هو انا شايفه بس ان لو في حاله ان انت حلقتي شعرك وقلتي عندي كانسر عشان تقابلي مثلا شيكابالا ولا شيكابالا ولا كمين، ده يبقى انت مجنونه. مجنونه بالشيكابالا نفسيا شيكابالا ولا الموضوع مش كده اصلا. انا ما قلت طلبتش ان انا اشوف اللعيبه ولا طلبت ان انا اشوف شيكابالا، كل الموضوع جه صدفه، ما طلبتش من حد ولا رحت قلت لحد. بس انت انا حازم امام كان لسه النهارده بيكلمني بيقول لي انت طلبتي منه ان هو يبقى هو ده على تويتر، طلبت ان هو يعمل لي متابعه. انت بتقولي يا ماما طلبتش وما عملتش، اقول لك الاسامي؟ لا انت قلتي ان انت بتقولي ان انا طلبت من اللعيبه ان هم حازم امام ده. حازم امام ده ايه؟ حضرتك انا طلبت الموضوع اللي حصل ده على الفيس غير التويتر خالص، والتويتر ده قبل موضوع المشكله ده اصلا ان انا بتاع. بس هو بس هو برضو كابتن حازم برضو كان قلت له انا عيانه برضو، قلت له التويتر اللي كاتباه، قلت له هو استاذ ابو تريكه، قلت له ان انا عايزه اللي انتوا هتعملوه ده بيديني ايجابيات في حياتي، دي اللي انا كتبتها. عشان انت عيانه؟ دي انا كتبت كده، لكن ما قلتش ان انا عندي مريضه ولا عندي كانسر، وان طالبه ان انتوا تعملوا كده عشان تساعدوني. ايوه وصورتك كانت ايه؟ هي دي مال صورتي ومال. لا يعني انا حلقه شعري دلوقتي. لا انا مش حلقه شعري، انا مريضه بس دي مال حاش لي علاقه. لا انت مش مريضه. امال انا ايه؟ امال انا ايه؟ انت مريضه؟ بس دي مالهاش علاقه بحد، دي مش بتاعت حد. انت اكيد مريضه؟ اوكي.
اكيد مريض، ايه المشكله يعني؟ لا مش مشكله، انا بسالك انت اكيد معاكي طب اي حاجه تثبت انك مريض؟ لا انا ما قلتش اي حاجه، بس دي ما لهاش علاقه، انا جايه اتكلم ان انا طلعوني الناس نصابه. ايوه ما ده اللي انا بقوله، ما هي دي بقى النصب. إيه؟ انت مريضه ولا مش مريضه؟ اه طبعا مريضه، بس انا بتتعالجي فين؟ دي برضه دي بتاعتي. لا بتاعتنا احنا بقى. بتاعتكم انتوا ازاي؟ عشان انت لو مش نصابه بتقولي انا بتعالج في الحته الفلانيه. هم قالوا ان انا نصابه وبنصب على الناس وباخد فلوس. لا واخد فلوس من اللعيبه. نصابه مش عيانه، انك بتدعي المرض. هو في انا بديكي فرصه ده يدعي المرض عشان يشوف يتصور مع لعيب. لا في ناس بتعمل اكتر من كده، تنتحر عشان تقابل مغني. بس انتحر تنتحر مش غريبه دي شويه؟ لا في ناس بتتجنن. مستاهل مش مستاهل؟ انا مشجعه عاديه جدا، ولما رحت هناك رحت كاني مشجعه عاديه جدا. لا لو قلت لهم ان انا مريضه وساعدوني. ايوه لا لا، يعني انت ليه مثلا ما تطلعيش تقولي يا جماعه هو التقرير الطبي بتاعي، هو انا مش نصابه انا مريضه. انا في نزلت بوست ونزلت فيه اشاعات والروجيتات بتاعتي قالوا لا دي كذابه. نزلت في فيديو قلت ان ال عندك كانسر في ايه؟ في الثدي. وايه وعملت جراحة يعني اللي حصل يعني؟ انا عملت جراحة وبعديها كان عندي اخد كيماوي عشان كده شعري وقع. هو ده ما كانش كتير، فانا اخر مرحلة في المعافاة، فبالتالي لازم شعري يكون يطلع لان انا بطلت كيماوي، ولازم شكلي يترد وصحتي تترد تاني. ايه المشكلة يعني؟ وايه المشكلة حتى لو انا نزلت ان انا من غير شعري؟ يعني مش فاهمه ايه المشكله مع الناس ان انا كده. انا ما طلبتش من حد يدعمني، ما قلتش لحد عندي مرض ويساعدني ولا ادعيته. انا بتكلم في كده، ما طلبتش. طب بقول لك ايه، عشان تريحيني عشان الناس تصدق، ممكن تقرير طبي ممكن ناخدك للدكتور نعرف كان عندك كانسر ولا لا؟ دي معلش اوكي انا ما عنديش مشكله، بس عندي حاجه بس الواحده ليه؟ عشان ان لما انا اكون مثلا دلوقتي بدعي حاجه موجودة فيا. انت بتقولي لما انا ادعي، انا ما ادعيتش. انا ما ده اللي انا بقوله حضرتك، انا ما روحتش لحد وقلت لا في حاجات من غير ما تروح. انا دلوقتي النهارده لما اجي مثلا اروح عامله ان ايدي دي مقطوعه مثلا واروح عامله لك كده خلاص، فانت فهمتي ان انا بدراع واحد وجايه واحده تسلم عليا وانا واحده مشهوره، اكيد 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 هعامل اللي من غير دراع. انا هعمل كل الناس كويس، لكن هعامل بحرص اشد اللي من غير دراع اكتر من اللي بدراعين. دي حاجه يعني حاجه معروفه. ازاي مش فاهمين؟ لا يعني اكيد الاعاقه، اكيد الاعاقه. الصوره ليا وانا من غير شعري تمام، لقيت نمت صحيت لقيتها اتشيرت ماشي، حتى البيتجات كانت عماله تعمل الف سلام عليك. قلت طب انت هو انت ايه اللي هو انت بتقولي دلوقتي انا عيانه وكان عندي في الثدي مش مخبيه يعني صح؟ فبقول لك طب ما ربا ليا الناس اللي بتقول ان هي ربا ليا عارفه ان انا عندي ايه. حلو، عشان الناس بقى اللي بتقول انك نصابه دي تحط لسانها في بقها، لان انا هقول لك حاجه، لو انت بتدعي محدش ليه عندي حاجه. لا ليه عندك حاجه لسبب. انت لو فنانه مش مهم، بس لو انت بتدعي المرض عشان توصلي لحاجه، ما انت ممكن تدعي المرض عشان تعملي اي حاجه ثانيه. ما ادعيتش. عشان كده لما الواحد بيتهم بحاجه ويدافع عن نفسه، يا جماعه اهي الورقه اهي، انا عيانه بس انا ما طلبتش من حد انه يقف جنبي ولا طلبت من حد ان هو. معلش انا عندي مبدا دلوقتي، انا لما حد يطلب مني حاجه، انت مالك ليك عندي حاجه؟ انا طلبت منك حاجه، لما انا اجي اقول لك ساعديني في كذا يبقى دي ليك حق تتكلمي، وبعد دي اطلع كذبت عليكي. لا يبقى انت لما تيجي تقولي لي لا خلاص يبقى انت ليك حق تساليني، لكن انا ما طلبتش من حد حاجه، ما طلبتش حتى من اللعيبه دعم، ما طلبتش من حد حاجه. وتاني اقول لك تاني، مجرد انك حلقه شعرك كده وحاطه صوره خلاص طلبت الدعم. ايه المشكله؟ لان في ناس زيك، معلش بس في ناس زيك عندهم كانسر وبيلبسوا باروكه بيغطوا. ايه مجرد ان انت حطيت الصوره دي طلبتي دعم؟ ده البروفايل بتاعي. انا بقول لك اهو، ما قلتي لي انا ما طلبتش من حد حاجه، بقول لك هو انت كابتن حازم طلبتي منه؟ طلبتي من الكابتن حازم؟ طلبتي اقول لك كام واحد؟ اقول لك كام اسم؟ بس مش عايزه اقول اساميهم. لا ما هو ابو تريكه حازم ايمان بس اللي طلبت منهم، قلت لهم لو عملتوا لي متابعه على تويتر الموضوع ده هيديني ايجابيات في حياتي، بس ما طلبتش من اي حد تاني. يبقى قلتي انك عيان؟ فين انا بقول لهم؟ يبقى قلتي ان ماشي، ما عايزه ايجابيات في حد عشان ايه؟ يعني انا عملت، يعني انا شفت حد دلوقتي حالق شعره وبيقول انا يا جماعه لو عملتوا لي فولوينج اب انا هدعم. انا عملت
قلت لهم كده قبل اصلا ما انزل الصور ده قبلها بكام يوم. سالي استاذ حازم قبلها بفتره من قبل موضوع الصوره من قبل موضوع شيكابالا ده قبلها بكتير كان تحط صوره عاديه ليا قديمه قلت لهم كده هو لب الطلب استاذ عازم امام وعمل لي متابعه وتقدري تساليه من قبل ما انزل صور ليا من قبل اي من قبل ما اعرف انك عيانه من قبل اي حاجه انا طلبت منه كذا وهو عمل لي متابعه تقدري حضرتك تسالي نسأليه انا قلت اساليه قولي له هي طلبت منك قالت لك هي عندها كانسر والمفروض ان واعمل لها متابعه عشان تساعدها او اديها جبيات انا ما طلبتش كده قلت له نفسي ان انتوا تعملوا طب وش كبالة ولا شيكابالا طلبت منه قلت له ما رحتش قلت له ان انا عندي كانسر ده الموضوع جه ان انا على الانستا لما نزلت ان استاذ حازم امام عمل لي متابعه ففروجه صديق مقرب لشيكابالا قال لي انا عامل لك مفاجاه قلت له هتخليني اكون ان انا اشوف شيكابالا حتى برضه قبل ما انزل صور ليا وانا من غير شعري قال لي لا المفاجاه طب استني 10 دقائق ربع ساعه استنيت لقيت شيكابالا عمل لي طب انت نزلتي صور ليكي ليه؟ دي حاسه ان انا حابه انزل ايه المشكله لما انزل صور كده ممكن حاسه ان هي حاجه كويسه يعني بدل ما انا على طول بختفي وصور قديمه لا انزل صوره اللي هي جديده ايه المشكله حد ليه عندي حاجه محدش ليه عندي اي حاجه ايه المشكله ايه المشكله اما اعمل كده اديني مشكله واحده ان انا عامله كده اديني لو انا بكذب مش حقيقيه ده مشكله كبيره جدا انا اقصد بقول لك اديني لا لو انت صادقه وانت مريضه ما فيش اي مشكله اديني مشكله ان انا منزله الصوره ليا لا زي ما قلت لك اهو زي ما قلت لك لو انا دلوقتي نزلت لك صوره وانا من غير دراع او نزلت لك صوره وانا رابطه رجلي من انا ما طلبتش منك دعم انا حطيت صوره مجرد اني نزلت الصوره كده خلاص انا دلوقتي نزلت لك صوره وما قلتش ان انا اتعميت ولا اي حاجه وخالص وشفتيني لابسه نظاره سودا وماسكه عصايه هتدعي لي ربنا يشفيكي تمام؟ هتدعي لي ربنا يشفيكي ايه المشكله ان انت دعيتي لي ربنا يشفيكي انا طلبت منك قلت لك ان انا تعبانه قلت ان انا عندي كانسر ما قلتش انت بتقولي ربنا يشفيكي ربنا يخليكي ممكن نتكلم بصراحه ولا هنفضل نروح ونيجي؟ طيب انت نزلتي الصور وكده ورحتي للعيبه عشان يقابلوكي او يقبلوكي على الفيس او يقبلوكي على كده لا الكلام ده كله انا رحت لما فروجة قال لي قلت له جه الموضوع بكلام في التليفون ان انا هيخليني اشوف شيكابالا تمام قلت له ماشي لا اعرف الموضوع يعني انت ما حلقتيش شعرك عشان تقابلي الناس دي الموضوع ده الناس بتفكر دي بس بقول لك ايه دي بس على فكره انا عايزه اقول حاجه من عندي على فكره ده متسجل يعني لو طلعتي بتكذبي لو الناس بيقولوا ان انا بعمل عشان كده عشان الشهره هم فعلا كده بينفذوا لا مش عشان الشهره لا ما هم لا هم قالوا ان انا بعمل كده عشان خاطر الشهره هم كده نفذوا اللي هم فاكرين ان انا عايزاه قالوا معلش وكمان طلعوا لي نصابه مفيش حد لحد الان طلع عليا ان انا نصابه ليه ايه النصابه دي خدت فلوس وطلعوا لي انا بس انا معاكي جدا في كل اللي بتقوليه انا الحاجه بس اللي مش بسطاني انا بقولك طب ما تجيبي تقرير طبي تقولي لا حضرتك انا اجيب ليه حد ليه عندي حاجه ما حدش ليه عندي اي حاجه ما حدش بيديني جنيه عشان يقول لي لا هاتي اثبات ماشي ما حدش ليه عندي حدش دفع لي فلوس عشان يقول لي هاتي اثبات ان انت عيانه عشان ادعي لك دعوه انت مالك بيا مش عشان ادعي لك دعوه ما هو الناس دلوقتي حضرتك على الفيس لو انت متابعه الناس بيقول لي لا اللي بيتقال دلوقتي ان انت استخدمتي موضوع حلق شعرك ده وان انت مريضه فان انت توصلي للعيب تمام ازاي يعني ازاي اعمل كده عشان اوصل الفكره دي غلط ازاي في مين هيضحي بسمعته وبحياته وبشعره عشان مجرد ان هو يشوف لعيب هو ده لعيب بره مصر يعمل ليا الطلب اللي انا عايزاه او يساعدوني يعني ايه لعيب بره مصر يعني شيكابالا وكده مش زي ميسي وكده قصدك؟ مش لا طبعا ما اقولش كده انا اقصد ان ده لعيب في مصر اقدر ان انا اروح طب منين بقى جت شراره انك مش عيانه؟ منين؟ واحد نزل قال ان البنت دي انا عارفها وكانت بتكذب وقالت من فتره انها تعبانه ومسافره تعمل عمليه واتصلنا بوالدها وكذبها وبعديها الفيس بتاعها اتقفل تمام انا وانا الفيس بتاعي ما اتقفلش الفيس بتاعي هكر او تقريبا اتسرق واتقفل وبعديها عملت فيس تاني وعادي جدا ما فيش مشكله ولسه مرجع الفيس بتاعي من شهر تقريبا وهو اتسرق تاني الايام دي ده هو كل الموضوع احنا في واحد مسجل لك مكالمه انك بتقولي انك مش عيانه لا حضرتك سمعتي المكالمه
سمعت المكالمه وانا بقول ان انا مش عيانه وبتضايق المرض. اه بيقول لي دلوقتي بيقول لي انت ورطتينا. اه بيقول لي انت ورطتينا. قلت له هنزل بوست اعترف بكل حاجه. انا قلت له هنزل بوست. لما نزلت البوست ونزلت الفيديو قلت لهم يا جماعه لا سنديجو ولا اسامه ولا محمد سامي ولا فروج لهم علاقه، لان الناس كانت بتهاجمهم تقول لهم انتوا ساعدتوها، ده انتوا كده نصب بتنصبوا على. بس انت قلت له انا هعترف بكل حاجه، تعترفي بيه؟ لا ما نزلتش الفيديو اعترف بيه. انا ما قلتلوش. هو عمال يقول لي انت ورطتينا كلنا. يقول لي انت ورطتينا كلنا. طب ليه عملتي فينا كده؟ قلت له يا سامي ما تزودهاش كفايه. طبعا هما دول مين اللي انت قلتي اساميهم دول؟ سنديجو واسامه دول المصورين بتوع نادي الزمالك، وفروجه دوت اللي هو وصلني ان انا اشوف شيكابالا، وما طلبتش دعم من اللعيبه. هما كلهم عارفينك عينه ولا لا؟ هما مين دول؟ هما المصور وال اه. لما قال لي الف سلام عليكي قلت له الله يسلمك، ولما شيكابالا قال لي ان شاء الله تبقى كويسه قلت له اه ان شاء الله عشان شوف. لا يعني هما هيبقوا يعني اصدقائك هما اصلا من قبل يعني؟ لا لا مفيش حد. ما اول مره اشوفهم في اليوم ده. ما هو بيقول لك ورطتينا في ايه؟ ما هم دلوقتي هم المصورين بتوع هم اللي صوروني. ورطتينا في ايه ما انت عيانه؟ ورطتيهم في ايه ما انت عيانه؟ لا هم دخلوا في المشكله دي معايا، قالوا ان انتوا نصابه معايا، لان الهجوم كان. ايوه لو انت نصابه بجد. ما هو دلوقتي هو بيقول لي الهجوم دوت يعني. طب ما طلعتيش ليه التقرير انك عيانه عشان حتى تنقذيهم هم؟ لا انا طلعت ليا اشاعات قالوا لا انت كذابه من على النت. طلعت ليا فيديو وانا بالاشاعات قالوا لا انت بتحوري خلاص. يعني ايه فيديو بالاشاعات؟ مش فاهم. يعني طلعت فيديو كده ومعايا الاشاعات بتاعتي قالوا انت بتحوري. ماسكاها في ايدك يعني؟ مسكت الروجيتات بتاعتي قالوا اصل الروجيتات دي بتاعت نسا وولاده. نسا وولاده انا اول فعلا مكتوب عليها اول ما تعبت طبعا هكشف ازاي. اكتشفت عن دكتوره نسا وعملت. حبيبتي بس اللي عنده كانسر بريست كانسر ده ده بيعمل حاجه يعني؟ انت عرفتي ازاي ان عندك بريست كانسر؟ ما كشفت انا كنت تعبانه. كشفتي ازاي؟ رحت كشفت عند دكتوره نسا. أيوة. الاول عرفتي ازاي ان عندك كانسر؟ لما عملت الميروجرام. عملت الميروجرام قالت لي انت عندك سرطان في الثدي، وهي دي كانت بدايتها. وريتهم بقى البدايه ديت طلعوني كذابه. انا قلت الناس. طب الميروجرام ممكن نشوفه؟ طيب انا معيش اي حاجه بس انا ممكن ممكن بصي انا ممكن اسبق عشان نخرس الناس دي. حضرتك يخرس الناس دي لو اليوم عندي حاجه. حبيبتي اللي عنده قدره ان هو يجذب في حاجه زي كده زي ما انت بتقولي حاجه صعبه قوي ممكن يستخدم هذه الكذبه في حاجات تانية كتير فيتقال عليه نصاب. النصاب ده مش لازم يكون بياخد فلوس. لا لا حضرتك تعاوني. هم قالوا ان انا خدت فلوس ونصاب. ما انا بقول لك النصاب ده مش لازم يكون بياخد فلوس. انا عايزه اقول انا التيشيرت بتاع شيكابالا انا اللي مديه لسامي قلت له روح اديه لهم. قال لي ليه؟ قلت له هم بيشككوا فيا الموضوع ده زعلني فاتفضل خد الدولم وانا مش جايه الماتش عشان الناس بيقولوا انت عملتي كده عشان خاطر التيشيرت. فقلت التيشيرت بلاها لكن سامي كذاب وما طلبش مني وما اتصلش بيا. زملكاويه اصيله يعني جدا. انا زملكاويه متعصبه بس مش لدرجه ان انا احلق شعري عشان خاطر الزمالك. بس انا زملكاويه يعني. انا في ماتش كان للزمالك انا سافرت الامارات عشان خاطره بتاع الحكايه زياده يعني. بس اللي خليني اسافر من مصر على فكره ممكن نخلص القصه دي كلها. اصل ده سرطان ده ما بيستخبيش يعني ده في ثانيه يعني. معلش انا عندي مبدا دلوقتي اللي ليه عندي حاجه دلوقتي. ما انت لو ما حدش لو عندك حاجه ما كنتيش جيتي اتكلمتي النهارده. انا لا ما انت بتتكلم بقى بتثبتي ليه انت ما فيش حد لو عندك حاجه بتثبتي ايه طب ليه ما انت ما حدش لو عندك حاجه بقى خلاص. ما انت تثبتي انك مش نصابه انك تطلعي تقرير طبي. ازاي ده؟ لا ده هم بيقولوا ان انا خدت فلوس. طب ما انت لو عيانه فعلا مش هتبقي نصابه. ما هو ايه ده يعني انا لو عيانه فعلا عادي ان انا خدت الفلوس اللي انا على فكره ممكن لو يعني لو حد بقى عايز يساعدك ايه المشكله؟ لا ما خدتش مش هيبقى نصب. قصدي اقول ساعتها هتبقى مساعده مش نصب. لا انا ما خدتش. ما حضرتك انت كده متاكده ان انا خدت؟ انا ما قلتش ان خدتي فلوس. انت انا بقول لك بتقولي ما حدش لو عندي حاجه فبقول لك طب ما حدش لو عندك حاجه وانت جايه النهارده ليه؟ قلت لي عشان ابرئ نفسي من موضوع النصب. فقلت لك طب ما حدش لو عندك حاجه. قلت لي عشان بيقولوا ان خدت فلوس. قلت لك ما انت لو عيانه. حوارات ايه يا حاجه؟ احنا اللي اتقال علينا نصابين وهننصب ايه ده يعني؟ انا هنصب؟ انا ذنبي ايه طيب ان انا اتقال عليا هنصب؟ وهنصاب ورايح اعمل ايه؟ والله دي حمل. والله دي حمل. انا كان ذنبي ايه طب من الاول؟ طيب يعني هو انا لما بعمل حاجه خير وحاجه لوجه الله الاقي مقابل كده؟ قال عليا ايه؟ وانا ده اهو ده كف عنك اهو مش قصه مريض. انا عايز افهم انت ليه عملت كده من يعني ليه خدتنا كلنا على عنينا كده يا زهر؟ ليه ضحكت عليا وضحكت على فروجه وضحكت
اتضحكتي عليهم في ايه بقى؟ الشاهد اللي اتضحك عليها ليه؟ طيب انا عايز افهم يعني كان ايه رأيك من كل ده؟ طب ممكن افهم يعني ممكن افهم كان ايه رأيك؟ بيحمل خلاص يا سيدي. ما انا عارف ان الزيجي بيحمل يا زهرة بس طيب يا سيدي مش هتزودها انت كمان. انا مش بزودها يعني انا ذنبي ايه؟ فروجه ذنبه ايه؟ ولا سنتياجو ذنبه ايه؟ خلاص طيب يا بابا انا دلوقتي عزته الجمله النهارده اللي انا هقدر عليه اعمله اللي انت طلبته بعمله. لا مش قصه ان انا طلبته ده انا هو الصح. انت تطلعي تبرئي وتطلعي تبرئي الراجل ده وتطلعي تبرئي الراجل ده احنا من الناس دم. خلاص انا بحق في حمل بيتي وبكتب الفلوس اهو دلوقتي. الله يا رب. لا ما هو اصل حرام يعني الواحد يعمل حاجه كويسه وفي الاخر يلاقي المقابل كده. خلاص يا سيدي بطل ايه ده؟ الكلام وحش على كده. خلاص انا كتبت ماشي انا كتبت البوست دلوقتي وهنزله والبوست بيحمل. لحظة انت متخيلة ان في ناس سابت موضوع جنسي وبقوا بيتكلموا في ان سامي رايح يعمل نيلة يعمل سامي. معلش بس انت ضحكتي عليهم في ايه برضه؟ هما دلوقتي هم كلهم معاهم ماشيين معاهم ضحكتي عليهم في ايه؟ هو ده ماشيين انك عيان؟ لا انا مش ما ضحكتش على ضحكتي عليهم في ايه؟ ما ترديش عليا اهو بيقول لك ضحكتي عليا وضحكتي على فاروق يا سلام. طب هقول لك حاجه انا هسلم ان انت مريضه وهسلم ان انت ما ضحكتيش على حد بس في حاله ان انت ما طلعتيش شهاده من دكتور سرطان كبير لا انت محتاجه صدقيني عشان انت ضحكتي على الناس. انا محتاجه برضه ضحكتي على الناس. انا ما قلتش لحد يعمل لي حاجه. مش مهم قلتي انك عيان وانت مش عيان. قلت لمين ان انا عيان؟ حضرتك قولي لي كده اللي انا قلت. مجرد انك تحطي صورتك بهذا المنظر يبان ان انت عيان. في البروفايل بتاعي الخاص حد لازم يضحك. كل كلامك انت بتقوليه دلوقتي ده يعني انك مش عيان. دي حاجه بتاعتكم ان انتوا تصدقوا ولا لا؟ لا مش هصدق او لا. انا يا جماعه جيت دلوقتي قلت انا قلت الكلمه دي عشان انا مختله عقليا مثلا حد قال لي تعالي اثبتي ان انا مختله عقليا. طب ما اثبت. فكره ان انا اجي في التلفزيون وانزل بوست وانزل فيديو على الفيسبوك واجي في التلفزيون عشان ابرئ نفسي ولما حد يجي يقول لي طب اثبتي ان انت عيانه. فكره انت لو ثبتي انك عيانه الناس دي كلها هتضرب نفسها 100 جزمه. تمام ده لو الناس دي تهمني لكن انا ما حدش فيهم يهمني. ما انت جايه ليه برئي نفسك النهارده ما هم ما يهموكيش؟ نزلتي الفيديو ما هم ما يهموكيش؟ لا فعلا ما حد هم ده كلامهم. ده كلامهم ان انت بتضحكي على الناس انك عيانه. نزلت الفيديو دوت عشان ابرق سنديجو. تبرئي ايه؟ ما سنديجو والناس دي بتقول ان انت مش عيانه. لا مفيش حد في ما حدش بيقولوا ان انت مش عيانه. ما اسامه طلع قال انا ماليش علاقه بيها وماليش علاقه بسامي. انا بقول ان انا وسنديجو احنا بس قالوا انك ضحكتي عليهم انك عيانه. ضحكت عليهم وانا رحت قلت لهم كده يا عم ولا انا رحت قلت لهم ان انا عيانه. انا ما رحتش قلت لحد ان انا عيانه. حبيبتي مجرد صورتك بتقول انك عيانه. هو في حد عاقل هيحلق شعره ويحط صورته كده وهو مش عيان؟ يعني انت قلتي في حد عاقل انا شايفيني انا مجنونه ولا ايه؟ ممكن تكوني مجنونه نادي الزمالك. ايه المشكله؟ ليه؟ بقول لك في ناس بتنتحر. لا مش الدرجه دي. طب انت يعني انت جايه لغايه مدينه انتاج الاعلامي عشان تبرئي نفسك وتنزلي فيديوهات ولما اقول لك انا هات لهم ورقه كده حطيها. ما انت طلعتي قبل كده روشتات كان عندهم حاجه ليكي؟ طلعتيها ليه؟ وبعدين لما هم لما لقيتي هجوم طلعتي شهاده من عند دكتور نسا؟ صدقني ومحدش بيحاول يسمع. بقول لك انا مصدقاكي. تعالي نروح لدكتور ونحط الورقه في عينيهم. بصراحه ما بقاش يهمني موضوع الناس خالص بصراحه. جايه ليه؟ خلاص انا بعرفك انا لا انت بتقولي انا مش هاممني الناس. طب ما انت جايه تكلمي الناس اهو. اشمعنى لما بتيجي عند التقرير الطبي طلب مني ان انت تقعدي معايا؟ تمام معنى ان انا اقول مش عارفه عشان انت ممكن تطلعي عيانه وبريئه. انا عايزه ابرئك. طيب فانا عايزه ابرئك. فانا عارفه تخيلت ايه؟ انك اول ما هتقعدي قدامي هتقولي لا ادي التقارير الطبيه واديني. مش هاممني الناس. مش هاممني حضرتك. انت طلبتي تقعدي. لا انت همك الناس لانك نزلتي فيديو تبرئي نفسك فيه. ده بصي ده كان الاول. ده كان الاول. وايه اللي حصل؟ اللي حصل عشان انا دلوقتي خدت هجوم وشتيمه من شتيمه لاهلي وبقيت بخسر بالتدريج كل حاجه. لا يبقى خلاص بقى خساره بخساره. اللي في دماغكم في دماغكم ما حدش دعوه بيا. اللي ليه عندي حاجه يجي ياخدها. ده اللي معلش عندي. اي حد عايز يصدقني يصدقني. مش حد عايز يصدقني. دي مش حاجه. مش هضغط عليك عشان انت تصدقني. مش لازم اعمل لك اثبت لك عشان انت تصدقني. ما انت حاولتي تثبتي ومسكتي الروشتات بتاعت النسا. حاولت دي ان انا. طب واشمعنى بروشتات النسا؟ انا الاول كنت عايزه اثبت واحده واحده ان انا واحده واحده دي
هم مسكوا ان انت ازاي رحتي لدكتوره نساء وتوليد. كان لازم اثبت تمام، كان لازم اروح. ما الاول ما تعبت اروح لدكتور. لا ده مش حاجه جراحه، لازم كانت حاجه نسائيه، لازم اروح لدكتوره نساء وتوليد الاول، مش هروح لواحد. معلش يعني بالعكس. يعني هو لما كنت بتطلعي بتوع النساء والتوليد ما كنت جبتي شهاده انا قرر فلان الفلاني ان انا عندي سرطان كذا كذا؟ انت ليه مسكتي بتاعت النساء برضو؟ يعني لو هما طز فيهم كده سوري، يعني زي ما انت بتتكلمي في الناس اللي اتصوروا معاكي واللي عملوا لك فولوينج واللي ضحكتي عليهم واللي قلت لهم بلاش ضحكتي عليهم واللي قلت لهم، طب هو مسكت لهم ليه رشتات النساء من الاول؟ ليه مسكت لهم رشتات النساء؟ ما قلتش اصلا لحد ان انا تعبانه، متخيله؟ انا ما قلتش لحد، ما قلتش لحد ان انا تعبانه. لا قلتي لما نزلتي صورك من غير شعر قلتي للناس كلها. لا 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 انا قلت، انت شفتيني انا كتبت ايه في الصوره بتاعتي؟ انا شكلي مش ولا بد لكني بحبني بشده. ايه علاقتها بالسرطان؟ يا سلام، بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ لا بتهزري. انت عندك كم سنه؟ 23. يعني مش سن مراهقه ولا سن، مش سن مراهقه، بس انت عامله انك شاطره قوي. مش شطاره خالص، بالعكس ده انت كل الكلام اللي انت قلتيه ده ضدك كله من اوله لاخره. بصي بتقولي ايه؟ انت قلتي ايه كتبتي على الصوره؟ انا شكلي مش ولا بد لكني بحبني بشده. ايه معلش بس ما عايزه افهم يعني ايه مع ايه دي؟ ما بتستعطفش حد يعني؟ الكلمتين دول ما يستعطفوش حد. ماشي. رساله؟ رساله ايه؟ اه ما دي انا اتكلمت فيها. يعني انت نزلتي صوره وانت شايله وقلتي شكلي مش ولا بد بس انا عاجبني بشده ومش عارفه ايه، وبعتي لكابتن حازم قلتي له ده هيز لو الفولوينج اب اعمل لي فولو عشان ده هيطلع من معنوياتي، وعملتي كل ده وضحكتي على الناس دي وقلت لهم ان انت عيانه عشان تصوري مع الشيكابال. مش ضحكتي، قلت لهم ان انت عيانه عشان تصوري مع الشيكابال. والله العظيم ما قلت اي حاجه. هاتي لي واحد بس قلت له ان انا حبيبتي انت بالمنظر ده قايله، انت قايله وانا مجرد ان انت ان انا شفت حد قدامي شكله ست من غير شعر هيبقى عندها سرطان طبعا. ايوه لكن انا هي ما جاتش قالت لي. انا معلش معلش، انت بقى تصدقوا ما تصدقوش، انا عندي ده مبدئي تمام. انا ما قلتش لحد حاجه، اللي عايز يصدقني يصدقني، مش عايز يصدقني دي حاجه بتاعتهم مش بتاعتي. حاجه بتاعتكم برضو مش بتاعتي، دي حاجه بتاعتي انا، حريتي الشخصيه، انا حياتي الشخصيه، بروفايل بتاعي الشخصي. ايه ليه كل ده؟ البروفايل بتاعك الشخصي ما تروحي، ما تروحيش لناس تانية تقولي لهم قصص، استحتفظي بيه لنفسك. لا لا لا، انا رحت للكابتن حازم امام قبل موضوع الصور ده خالص، تقدري حضرتك تساليه قبل موضوع الصور. شيكابالا والتيشيرت وكده، اي حد بيروح لشيكابالا وياخد منه تيشيرت وكده؟ لا هو اهداني تيشيرت انا ما كنتش. عشان ايه؟ هو اهداهولي. عشان ايه اهداهولك؟ عشان ايه؟ دي انا ما سالتوش عليه، هو جاب لي تيشيرت. انت يعني بمخك كده اداهولك عشان ايه؟ طبعا يعني هيمشي على كل جمهور الزمالك يديله تيشيرتات؟ ادهولك انت ليه؟ لما احمد مرتضى قال دي مشجعه وكانت عايزه تيجي النادي وتصور مع شيكابالا واهداها القميص بتاعه الخاص، ايه ما قالش بقى لا مريضه ولا غير مريضه، ما قالش حاجه. دعمها عشان تتعافى من المرض ايه؟ اساليهم برضو تقدر تقول انا رحت قلت لها. لا انا مش هسالهم، انا هي برأت نفسها يا جماعه قدامكم، تصدقوا او ما تصدقوش انتوا مش فارقين معاها، مش ده كلامك؟ محدش فارق معاها وهي مش عايزة تثبت لحد انها مريضة، صح؟ ما حدش قصدي ليه عندي اي حاجة. انت لو عيانة كنت هتبقي متأثرة اكتر من كده. لا انت عارفة ليه بقى مش متأثرة؟ عشان اللي انا شفته في اليومين اللي فاتوا يخلوا عندي جبروت ان انا ممكن اقف قصاد اي حد اقول له غرفة 60 داهية، كل اللي مش مصدقني في 60 داهية. مالها؟ حواجبي، قلبي بيقولوا اصل حواجبها تقيله ورموشه. حضرتك وانا في اول مرض، في اول مرض مش في اول مرض، انا خلاص معافاه. ايه مش فاهمه ايه الفكره في شعري ورموشي دي؟ وانا ثواني حضرتك معافاه ما بيبقاش كده. حضرتك وانا لو عايزه اوصل لاي حاجه وعارفه ان المريض ده عامل كده ممكن احنا برضه. طيب انا مصدقاها، مصدقاكي، بس انا شايفه ان اي حد بقى يعني قضيه راي عام ما ينفعش يقول للناس طز فيكوا، ما ينفعش يقول للناس غرف 60 ده. شفتوا منهم؟ عشان دول نفس الناس اللي لما كانوا مصدقين انك عيانه شالوكي فوق راسهم من فوق. الناس دي بتزيد. لا يعني الناس اللي احنا سمعنا مكالمتهم دلوقتي اللي ودوكي النادي وصلوكي باللعيبه و كلمت
بقالي اسبوع بعمل عشانها وخالص ده كذاب جدا. ده قبل ما اروح لشيكابالا بيوم اتروقت. ده كذاب اللي هو سان دييجو ده ولا اسمه ايه؟ لا 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 اللي هو محمد سامي. كلمني قبلها بيوم، كلمني قبلها بيوم اللي هو بالليل، والصبح لقيته بيتصل بيا بيقول لي تعالي، بيقول لي تعالي انت عايزه تروحي النادي ولا الماتش ولا تشوفي اللعيبه؟ قلت له لا ما انا فرجه كلمني اروح اشوف شيكابالا بكره. قال لي ماشي هاتي رقمك. بس هو بيقول انك ضحكتي عليه. انت عليه في ايه بقى؟ ما هو ده زيه زي الناس كلهم اتفاجئوا مره واحده من البوست دوت. ما اقول لك حاجه، يعني ممكن تبقي انت حلقت شعرك فتفهمتي غلط. انا ما حلقتش شعري، بالعكس كده شعري بدا يطلع. مفيش حد عاقل هيروح هم شايفيني مريضه نفسيا دي حاجه بتاعتهم، هم شايفيني ان انا بكذب دي حاجه بتاعتهم. بس انا مش نصب، انا ما نصبتش على حد، ما نصبتش على حد. لو قلت لحد ادعيني معني. لا مش ثواني ثانيه، ما هو انت مش فارق معاكي الناس، مش فارق معاكي الناس بقى في اي حاجه. ما هو احنا بنتكلم في موضوع نصب ده ايه؟ ان الناس بتقول انك استخدمتي مرضك في انك تاخدي فلوس، صح؟ فاحنا بنقول يا جماعه لا، هي ما خدتش فلوس ومريضه مش مريضه. ده لحد الان طالعين نصابه. ايوه حبيبتي، ما انت مش عايز تثبتي غير كده. ما انت بتقولي مش تقولي مش هاممني. ما هو طب خلاص يبقى تبرئي نفسك. نصابه نصابه. خلاص ماشي تمام، ما عنديش مشكله. صح؟ هما شايفين. لا ما حضرتك ايه الف... يعني يغوروا في 60 داهيه في موضوع المرض، لكن ما يغوروش في 60 داهيه في موضوع النصب. ما حدش يمسكني يقول لي اصل انت نصابه وخدتي فلوس. فلوس ايه؟ هو لو كذبتي في المرض تبقي نصابه. ده يا مكتوب ده. لو كذبتي انك مريضه وانت مش مريضه يبقى نصاب. النصب ده مش في الفلوس بس. ده لا ده كذب من النصب. لا النصب ده مش في الفلوس بس. انا ممكن ابقى نصابه ان انا انتحل شخصيه او اقول حاله من الحالات انا مش عليها، ده نصب. لما اجي اقول النهارده مثلا انا مسلمه وانا مسيحيه، او انا متجوزه وانا مش متجوزه، كل ده نصب. انا مذيعه وانا مش مذيعه، ده كل ده نصب. انت بتقولي مش فارق معايا. ما رحتش قلت لحد اني مريضه، حضرتك ليه مش هتتخيل؟ يبقى قولي انا ما قلتش لحد اني مريضه وهم حلقت شعري فهموا غلط. مين اللي قال لك ان انا حلقت شعري وفهموا غلط؟ طب خلاص يبقى انت مريضه. حضرتك انا مريضه بس ما قلتش، ما رحتش قلت لحد ان انا مريضه. ماشي، يعني مجرد انك تنزلي الصوره دي، لا قلتي، قلتي لحازم امام وقلتي للناس دي، ومجرد انك نزلت صورة موضوع الصور خالص. انا قلت لحازم امام وابو تريكه قبل موضوع الصور، حضرتك برضو تقدر تسالي قبل موضوع الصور اصلا. انا قلت له ان انا عايزاك تعمل لي متابعه عشان ده يعافيني ويخليني ويعافيني اكتر ويديني دعم، يديني ايجابيه في حياتي. حضرتك التويتر موجوده، ممكن برضو تشوفيها، افتح لك التويتر وتشوف. خلاص انا ماليش، يعني انا كل الحكايه ان انا لقيت بنت قلت مش ممكن يكون حد بيتدين عن سرطان، فقلت اقعد معاكي عشان تبرئي نفسك وتقولي فعلا ان انت مريضه، بس انت رافضه انك تثبتي ده. اصل انا شايفه ان هم خلاص، لو انت شايفه ان مالهمش عندك حاجه يبقى مالهمش عندك حاجه. لو نصابه او مش نصابه او مريضه او مش مريضه، انت حره تنصبي على الناس بقى، ما تنصبيش على الناس. ما انت بتقولي مالي في كذا؟ لا انت بتقولي ما حضرتك دايما الناس بتتكلم تمام حبيبتي، بس مفيش اثبات دلوقتي. انا دلوقتي هم حضرتك ثواني ممكن اقول حاجه؟ انت ليه مش بتفهميني؟ حضرتك هم دلوقتي مش بس انك تاخدي فلوس، انك تستخدمي حاجه فيكي للوصول لناس او لاستعطاف الناس، هي مش موجوده، ده نصب. انا بحاول اقول لك اثبتي ان انت مش نصابه مش راضيه. قالوا احنا عندنا اثبات ان هي بتدعي المرض تمام. انا عايزه حد يثبت لي كده ان انا بدعي المرض وانا عندي. اي حد هيتفرج على اللقاء ده هيقول لك مجرد ان هي مش بتجيب اي تقرير انها عيانه، مش عيانه. عشان انا حاولت اثبت كتير لحد ما مليت. انت ايه مسكتي ورقه اشاعات في بتاعتي والاشاعات معروفه طبعا، اشاعات الميروجرام، وبرده قالوا لا دي انت برده بتكذبي، وخدت هجوم شديد. خلاص ما دام انا كذابه خلاص، انتوا شايفيني كده دي حاجه بتاعتكم بقى. خلاص انا مليت ان انا بحاول اثبت. ما تحاوليش تثبتي، احنا دلوقتي لو رحنا للدكتور هيقول انك عيان، وكل الناس دي تضرب نفسها. اثبت لحد تاني، ما حدش ليه عندي حاجه دلوقتي. انا وصلت لمرحله ان ما حدش ليه عندي حاجه. ممكن كان من الاول خلاص تمام انا ممكن اثبت لهم، لكن دلوقتي ما حدش ليه عندي اي حاجه. اللي عندي حاجه يجي خدها بس، هو ده اللي عندي. ادور عنديش حاجه تاني اقول. واللي نصبت عليه يجي يقول لي، واللي دخلت قلت له ان انا تعبانه ومريضه وساعدني يجي برده ويطلع يقول لحضرتك ان انا قلت له كده. وما تجيبليش استاذ حازم امام، لان الموضوع ده قبل موضوع الصوره اصلا. اه مش كابتن حازم، كابتن حازم ما قالش حاجه ولا اشتكى على فكره.
ما انا بقول لحضرتك اصل انت برضه بتجيبي لي كابتن حازم امام. لا في اسامي كتير انا اللي بتقولي بحب ما حبيتش اوصل لحد. قلت لك لا حبيتي لما رحتي النادي عشان تقابلي شيكابالا وخدتي منه التيشيرت. انت عارفه كويس قوي ان انت واحده ممكن تشعر بسمعتها وبشعرها وبحياتها ومشاكل مع اهلها عشان تاخد تيشيرت عشان تتصور مع لعيب انها ممكن لو شافته في الشارع تتصور مع... لا مفيش كلام والله. في مين عمرك شفتي كده؟ عمرك شفتي حد عمل كده غير سمعته وحاجات كده ما تحصلش اصلا من بنت عشان مجرد ان هو يشوف لعيب ويتصور معاه؟ معلش دي مش عقل. نتكلم بالعقل شويه. مفيش بنت. هنتكلم بالعقل يبقى نجيب تقرير طبي. انا قلت لك اهو انا وصلت لمرحله ان ما حدش له علاقه بيا. بقالك 3 ساعات بتقنعي في الناس اهو. اشمعنى هي الورقه يعني اللي هيبقى كل شويه برضو بقول لك اللي عندي قلته وانت برضو لا عندي انا مش انا اللي بعيد ولا انت اللي بتعيد. انا 3 مرات اقول لك خلاص هم طز فيهم وهم يغروا في 60 داهيه وهم مش فارقين معاكي. بس كانت مشاعري متلخبطه جدا ان انا خايفه جدا تكون عيانه وفي نفس الوقت هي مش مدياني خالص عيانه. يعني بقعد مع مرضى كتير بيتاثروا بيدمعوا تاثروا بمرضهم السرطان ده حاجه ربنا يعافينا يا رب. يعني الميلوجرام ما بيتعملش عند دكتوره نساء ولاده. الميلوجرام ما بيتعملش عند نساء ولاده. الميلوجرام بيبقى عند دكاترة الماموجرام. بس والله أعلم أنا ما أقدرش أخد وزر إنها مريضة أو مش مريضة. ولكن هي دي حكاية البنت دي زهرة اللي كان الفيسبوك كله مقلوب عليها. هناك شخص اتشتم في اللقاء ده واتقال عليه كذاب. فأنا دي ده السبب الوحيد اللي أنا بكلمه دلوقتي إن هو يكون ليه حق الرد لأن هو اتقال عليه كذاب. فاحنا حاولنا حتى في اللقاء حاولنا نوصل له وقلنا لفريق الاعداد ان هو يجي يواجهها ولكن متهيألي هو كان بعيد عن المدينه او حاجه ساعتها. هو معانا دلوقتي يا جماعه. انا بس فوجئت ان هو عامل بوست على الفيسبوك كاتب اهلا بيك يا محمد. الو. ايوه مساء الخير. ازيك؟ مساء النور استاذ ريان. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بس لقيتك كاتب بوست انا مع ريان سايبه شويه للاسف. هو احنا ايه مكتفينك عشان تطلع الهوا ولا ايه؟ لا ايه للاسف دي؟ كلمه للاسف دي لان انا كنت خلاص بيني وبين نفسي ان انا بعد ما دخلت مع استاذ معتز الدمرداش ان انا نهيت الموضوع بالنسبه لي ان انا مش هتكلم فيه لان انا لا سيبني انا بالبوست. اه بس هو البوست ده لما حد يقراه يفهم ان انت يعني جبريلك انك تطلع. طبعا انا كل اللي عندي كانوا اكيد فاهمين ان انا نزلت كده علشان خاطر ان انا هرجع افتح الموضوع وانا قايل لهم ان انا قفلته بالنسبه لي. انا بس واجبي ان لما يتقال عليك كذاب على شاشتي ان يكون ليك حق الرد يعني. بس تمام. فهي هي مريضه ولا مش مريضه؟ لا هي مش مريضه. عرفت منين بقى؟ عرفت اكتشفت ازاي؟ مبدئيا انا هاقسم لك بالله قبل اي حاجه ان اي كلمه هقولها لا اي كلمه حصل يعني. قبل المكالمه لحضرتك ذاتيا هو تليفون حضرتك بس بيقطع. انت واقف في حته ما فيهاش شبكه؟ لا انا واقف في الشارع تقريبا. طب عندك فول سيجنال يعني في التليفون؟ تمام مظبوطه. طب كده الصوت تمام؟ طب اتفضل. حضرتك قبل المكالمه اللي حضرتك ذاتيها دي كان في مكالمه دارت بيني وبينها. بالليل ساعه ما نادر نزل البوست هي كل الناس شكت. انا شكيت كلمتها قلت لها زهره عملت عليها فيلم بحيث ان انا اتاكد من عدمه. قلت لها زهره في لعيب من اللعيبه كلمني وقال لي ان انت لازم تحضري الماتش اللي انت المفروض ان انت هتحضريه ويكون تقارير طبيه ويكون معاكي اشاعات. قالت لي سامي بس انا مش رايحه الماتش ده. قلت لها لا ما هو انت لو ما رحتيش يبقى انت كده بتاكدي كلام الناس عليكي. قالت لي بس انا خلاص اللي انا عايزاه عملته. اللي هو يا زهره قالت لي انا كنت عايز اتصور مع شيكابالا. قلت لها برضه ما هو انت لازم تحضري الماتش. قالت لي ما انا خلاص ما هو اللي انا عايزاه عملته. بص يا سامي من الاخر انا سليمه ما عنديش حاجه بس عملت كده عشان اتصور مع شيكابالا بس ما كنتش اعرف ان الموضوع هيكبر بعد المكالمه دي. يعني حلقت شعرها عشان تتصور مع شيكابالا؟ اه.
هي قالت لي كده يعني. هي لو حد غيري لو حد غيري لسه شاكك فانا لا، لان هي قالت لي في ودني. حتى بعد المكالمه دي حملت برنامج تسجيل مكالمات وسجلت لها المكالمه اللي هي بقول لها فيها انت ضحكتي علينا ليه. ايوه ما هي كانت باينه انك بتقول لها انت ضحكتي علينا ورطتينا ايوه ضحكتي علينا ايوه، لان انت اللي اتصدرت عند اللعيبه طبعا. اه مظبوط. لا غير كده حضرتك، انا اتصدرت قدام الناس كلها ان انا جايب واحده بعمل فيلم علشان انصب على اللعيبه. اللعيبه كانت مجهزه لها مبلغ مالي هتقدمه لها. لا ده كان في اوفر متقدم لها والنادي هيعالجها على حسابه وهتحضر ماتشات طبعا، لانها حاجه مؤثره جدا طبعا. بالظبط كده. وبعدين هي بتقول ان هي ما حدش بيقول عليها مريضه وهي ما ادعتش المرض. امال هي دخلت نادي الزمالك بناء على ايه؟ شافت اللعيبه بناء على ايه؟ انا عندي اخويا هيموت ويشوف لعيبه الزمالك، ما شافهاش لحد النهارده. هل مثلا اروح اجيب واحده انا ما اعرفهاش اوديها واخويا اللي هو اخويا؟ لا، ده لو هي مش مريضه. لا، هي دخلت النادي الزمالك بناء على ان هي مريضه. يعني هي مش عضوه في نادي الزمالك؟ مش عضوه في نادي الزمالك، ولا عمرها كانت دخلت نادي الزمالك اساسا. ودخلت نادي الزمالك. لا، وعايزه اقول لك فكره ان انا مش مريضه دي هي من غير ما تتكلم خالص. فكره ان انا احط صورتي حلقه شعري، انا بقول للناس كلها انا بعلن المرض دي يعني. طب حاجه في ناس عندها كانسر وبتحط باروكه عشان مش عايزه تقول لحد انها عيانه. مظبوط، انما مش بيمشي في الشارع عشان معري دماغه ماشي في الشارع. حاجه ثانيه انا عايز برضو الفت انتباه حضرتك ليها. هي قالت ان هي عندها سرطان ثدي، تمام؟ هي من ضمن الاثباتات اللي كانت بتنزلها على الفيسبوك كانت بتنزل صور للعلاج. العلاج ده انا سالت استشاري اورام قال لي ان العلاج ده لعلاج سرطان دم. ده ملوش علاقه خالص بسرطان الثدي، والسكرين موجود وكل حاجه موجوده ليها. ده غير دكتور امراض نساء او اخصائيه نساء وتوليد، ده غير حاجه لكن تانية. لكن هي كان اللعيبه مضمن لها فلوس، لكن ما خدتش فلوس. لا ما خدتش فلوس، بس كانت هتاخد الفلوس. كانت هتاخد الفلوس؟ اه كانت اكيد كانت هتاخد الفلوس، لان هي ساعتها ما كانتش هتقدر تقول لا، لان هي كانت النادي كان هيجيب لها مستشفى يعالجها على حسابه. وفي في انا قلت لك في اوفر كانت كبيره. طب وكانت هتعمل ايه لما المستشفى تعالجها ويعرفوا انها مش عيانه؟ كانت هتكمل التمثيليه ازاي؟ كان هيتقال عليا انا اللي نصاب وانا اللي جايبها عشان لا مش قصدي يعني الفلوس. هي لما سمعت حكايه انها هتتعالج دي كانت موافقه انها تتعالج على حساب النادي وكده؟ لا ده هي اول ما بدات حقيقتها تبان بدات تاخد جنب حتى الماتش اللي هي زواغت بقى ما حضرتش حاجه واختفت. اه ما حضرتش يعني انا مثلا هبقى مدعو الماتش في استاد ومفيش جمهور وما اروحش. طب هي بتقول ان هي تقدر تروح نادي الزمالك تاني عادي جدا وبقلب كبير جدا. طب انا عادي، انا ممكن اضحي بعينيا تروح تيجي عند نادي الزمالك بكره وانا اروح بكره وتفعل عينيا وتمشي. ده لو هي عندها الجراءه تروح نادي الزمالك تاني. على الاقل عشان يبقى شكلها قدام شيكابالا. عايز اخد نظر حضرتك فيها بس بعد اذنك. اتفضل. هي قالت ان هي في المعافاه او في المرحله الاخيره من العلاج. هي كانت لابسه تيشيرت ماكرون نادي الزمالك، التيشيرت ده موجود من 8 شهور، يعني لو هي بالامكن مثلا اشتريته بعد ما نزل بشهر، يعني من 7 شهور، كانت بشعرها بالتيشيرت، بشعرها. تمام؟ هل هي اكتشفت المرض وتعالجت ووصلت للمرحله الاخيره من العلاج في 7 شهور؟ مش فاهم. لا بص هقول لك حاجه، انا بس عشان ما اخدش الوزر لو 1% هي عيانه انا مش عايزه اجي عليها، لكن هي كل كلامها من اوله لاخره ما فيهوش اي حاجه. اه هي ما فيش اي نوع، يعني انا واحده الحمد لله بقى لي 14 سنه بعالج ناس، كل اللي قالته غلط من اول الميموجرام لدكتور النساء للمعافاه ورموشها وحواجبها اتقال جدا مغطين، لو الشعر ده ما بيقعش من هنا بس، ده بيقع من كل حته. هي عندها حواجب ويعني ما شاء الله. مظبوط. وفي كانت قبل ما زاد مفيش تأثر خالص مفيش تأثر خالص وهي بتتكلم ان المريض ده بيبقى منكسر جدا. استاذه رهام انا بقول لحضرتك قالك لي في ودني ان هي سليمه ما عندهاش حاجه، بس عشان كده عشان مع شيكابالا بس الموضوع كبر. بس ده شيكابالا طلع جامد جدا. لا ده شيكابالا قلبه كبير جدا. لا بص اولا طبعا لازم نشكر كل لعيبه الزمالك ونادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور ان هم ان هي تبقى موجوده في نادي الزمالك بالظبط، ان هي دخلت النادي بالطريقه دي وقعدت مع اللعيبه ورحبوا بيها. في حاجه ثانيه حضرتك استاذه ريهام، بعد الموضوع ده بيومين شيكابالا استقبل محمد الفار. ده برضو يعني احنا بندعي له كلنا ربنا يتم شفاءه على خير. كان موجود مع كابتن شيكابالا واستقبله احسن استقبال بعد الموضوع بيومين، بعد ما كان عامل ضجه برضو كمان. يعني حتى برضو عنده ايه محمد الفار اللي مش عارف؟ طيب ده عنده كانسر دم. اه بس حتى كمان الناس قارنت بين يعني انا اسف لمحمد يعني ان انا بتكلم عليه كده، الناس قارنت بين شكله وشكلها. مفيش مريض هيبقى شكله كده عليها. هي قالت لي يعني المشكله ان احنا نطلع بحاجه كويسه قوي ان في الاخر نادي الزمالك قلبه كبير.
بس دي الحاجه الايجابيه الوحيده من الموضوع كله. وان شيكابالا وغير شيكابالا وان نادي الزمالك ابوابه تتفتح للمرضى دي حاجه كبيره قوي وجميله قوي. وكان حضرتك يعني هو كان في يعني زي بروجرام كده هيمشي ان كل اسبوع كان هيبقى في حاله انسانيه، بس للاسف بدا بالانسانه دي. طب ما تاخدوا حاجات مع عيال من عندي بقى تفرحوهم. مش بهزر وانا عندي عيانين قوي. نادي الزمالك تحت امر اي حد. عيانين جدا جدا. احنا كاشخاص احنا مالناش دعوه. انا يعني متهيألي ان في ناس لو شافت الكابتن حازم امام مثلا او اي حد من الناس اللي كانت بتلعب هينتحروا، فما بالك بقى يشوفوا الناس اللي بتلعب دلوقتي. لا عند حضرتك نادي الزمالك باب مفتوح لاي حد بعيد عن اشخاص. احنا كل مالناش دعوه باي حاجه. احنا كان كل هدفنا خلينا ناخد نص الكوبايه المليان ونسيب الفاضي ونخلي بالنا برضه. ما عايزه اقول لك برضه ان انا عايزه اوعي الناس ان ثلاث ارباع البوستات اللي بتبقى موجوده على الفيسبوك والحقونا والخراطيم كل ده مش حقيقي، لان ثلاث ارباع الناس اللي انا كلمتهم من على الفيسبوك اللي كانوا عايزين يوصلوا لي ووصلت لهم ترى مش حقيقيين، واللي عايز فلوس ويجري ولا في واحد جالها من طنطا، حضرتك متخيله؟ واحد ايه؟ جالها من طنطا. ليا واحد صاحبي عزمها على الغدا كريم، جاب لها اكل كتير كمان، يعني هو لحد دلوقتي زعلان جدا من موضوع الاكل ده. يعني قصدك ان عشان هي عيانه يعني؟ جالها من طنطا. امال هيجي لها من طنطا عشان هي مش عيانه؟ انا ما استعملتش عيايه في حاجه. لا استعملته، دخلت نادي الزمالك بناء على ان هي شخصيه او انا مش عايز اخوض في حاجه زي كده، حاله انسانيه نادي الزمالك استقبلها كده. البيدج الرسميه لنادي الزمالك نزلت، لكن هي على مسؤوليتك الشخصيه قالت لك انا مش عيانه. وبناء عليها المكالمه الثانيه اللي انا بقول لها فيها انت ضحكتي علينا، طب انت ضحكتي علينا ازاي؟ ما قالتلكش انا ما ضحكتش عليك ولا اي حاجه، قالت لك انا هنزل ما قالتلكش انا ما ضحكتش عليك ساعتها، ما ردتش عليك، قالت لك انا ما ضحكتش. ساكته انا كنت قلت لها تنزل اي حاجه تقول ان احنا مالناش دعوه لان احنا كان بيتقال علينا نصابين. طب شيل للاسف يا محمد، شيل للاسف دي عشان ما سايبش عليك الفانز بتوعي دلوقتي على الصفحه بتاعتك يقفلوها لك. لا مش هدوم. انا بشكرك جدا جدا وتحيه لنادي الزمالك ولكل لاعبي نادي الزمالك وحظ اوفر في الماتشات اللي جايه، لو ما انسحبوش من الدوري ان شاء الله باذن الله ما تنسحبوش. نروح لفاصل ونرجع. ساعات كتير قوي الواحد لما بيبقى معهوش فلوس بتبقى حاجه صعبه قوي، يعني ان الواحد يبقى نفسه في اكله معينه او نفسه يروح الحته الفلانيه او بيتفرج مثلا على افيشات الافلام كده ونفسه يدخل سينما أو أو, 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 او او نفسه ياكل سندوتش لحمه ومش عارف، او معدي مثلا من قدام بتاع سمك وجمبري وشايفه هو بيحشي الجمبري في السندوتشات كده وريقه بيجري، تقولي ما حسيتيش انت الاحساس ده؟ بس بحسه في حاجات تانية. ما هو كل واحد بيبقى طمعه او مش طمعه رغبته على قد احتياجاته، يعني انا مثلا ممكن اشوف فستان مش قادر اجيبه، ممكن سلسله الماظ مش قادر اجيبها، خاتم الماظ مش قادر اجيبه، عربيه مش قادر اجيبها، ممكن تكون كماليات بالنسبه لناس تانية بس بالنسبه لي انا صعب ان مذيعه تطلع من غير سلسله ولا حلق ولا خاتم ولا يبقى عندها مثلا حاجه جامده او بتاع تروح بيها فرح، او عربيتها ما ينفعش تقف بعربيه مكسره مثلا في مكان، او عايزه تبقى لابسه فستان زي كل الناس اللي حواليها، او نفسها تسافر الحته الفلانيه البعيده قوي اللي بيقولوا انها تطلعي فوق الجبل وتعملي صحتك مش عارفه. كل واحد على قد مستواه بيبقى نفسه في حاجه مش قادر يعملها. حتى الناس الاغنياء اغنياء قوي بقى اللي هو ما فيش حاجه بتقف قدامهم لازم تلاقي عندهم ابتلاء، ابنهم مريض ولا فلوس الدنيا تقدر تحلها، حاجات كده كتير. من اوحش الاحاسيس يعني يقول الاكله تعدي، يعني ريقك جري على اللحمه تلت البتنجان بقيت تمام شبعان هتنام خلاص، انا نفسي في العربيه المرسيدس اللي مش عارفه ايه بس لما ركبت الجيب بقيت يعني مش متضايقه قوي، لقيت فستان ماركه جامده جدا بس لقيت التقليد بتاعه زيه فخلاص اتبطيت. لكن المريض بقى كان في ولد على الفيسبوك منتشر له بوستات كتير قوي ما عندوش اطراف،
ولد صغير ما عندوش رجلين وما عندوش ايدين، وبابا عمل له اختراع لطيف قوي انه ركب له ازايز باستك في دراعاته وفي رجليه يقدر يمشي بيها ويتحرك بيها زي الايدين والرجلين بالظبط، وبيستعمل الازايز دي بحرفيه عاليه جدا لدرجه انه يقدر يكتب بالازازه دي. نسقف له ونقول له برافو على ارادته، ونقول الاب العظيم ده فوق راسنا من فوق انك مش قادر تجيب له الاطراف دي لان معكش فلوس، بس قدرت تفكر وتستخدم نعمه من نعم ربنا ورزق من ربنا انه اهداك لهذه الفكره ان ابنك يقدر يتصرف زي الباقيين. صبايا الخير هيسبونسر الحاله دي، صبايا الخير ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت، اول بس ما ناخد الفيزا، لو الخارجيه بس تساعدنا عشان الخارجيه ما بتساعدناش في حاجه خالص، قلب علينا معرفش ليه زي الباقي يعني. ناخد فيزا المانيا والولد يروح يعمل اطراف صناعيه لانه اكيد يستحق ده. نودي بس اشاعاته وحاجته نبعتها بره ونشوف اذا كان ليه اطراف او لا، ونتاكد. انا عارف ان القوات المسلحه والشرطه شاطرين قوي في موضوع الاطراف ده، فنشوف هنا الاول، وبعدين لو مش كده الاب بيقول ان هو موجوده في المانيا، ما ينفعش هذا الاب العظيم اللي مخه نضيف اللي وقف جنب ابنه وام راضيه وجميله جميله ولد بهذا الجمال نسيبه كده. تعالوا نشوف مع بعض. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح ببان، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. المس خضار الشجر، حس بضياء في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. في ناس كتير ترضى المصير، ناس تشوف بضمير ضرير، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. خلي مرار الأيام، لسه الحياة قلب الروح تداوي
اسمك ايه؟ اسمي زياد. زياد، هو انت جايب الشطاره دي منين يا زياد؟ ازاي شاطر كده؟ عارف ان مصر كلها دلوقتي بتقول عليك شاطر قوي؟ اه. عرفت؟ شفت صورك على الفيسبوك وكده؟ اه. ايه بقى؟ انبسطت؟ اه. طب بقول لك ايه، ينفع تكتب لي حاجه؟ هو انت عندك كام سنه اصلا؟ متعرفش؟ كام سنه؟ كام؟ 9؟ 8؟ طيب وبتروح مدرسه ولا متروحش؟ بروح. وشاطر في مدرسة؟ اه. بتجيب كام على كام كده؟ كام من 10؟ 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10؟ اه 10. بجد 10 من 10؟ اضحك عليا. بجد 10 من 10؟ طب وريني بقى، قولي. طب يعني لو انا جبت لك، لو انا فين هي، طب لو انا جبت لك حاجه كده تكتب اسمي مثلا، تعرف؟ تعرف تكتب اسمك؟ اسمك انت؟ تعرفش تكتب اسمك؟ وما بتجيب 10 من 10 ازاي؟ بقى وريني. مين اللي عمله الاختراع ده؟ انت؟ ودربته يعني ولا ايه؟ بعد 5 دقايق كتب واكل لوحده بيها. 5 دقايق بس. طب معلش تجيلي جنبي كده ثانيه بس اخد منك كلمتين. شاطر قوي، انت مش فاهم. قولي يعني انت وانت قاعد كده فكرت في موضوع الازازه ازاي؟ لا انا ما فكرتش، ده هو اللي حركني ان انا اقوم من مكان اعمل حاجه زي كده. ازاي بقى؟ هو طبعا كان اخواته بيكتبوا وبياكلوا، فطبعا قال لي يا بابا انا عايز اكتب زيهم. هو بيبقى من اخواته بقى كام واحد؟ كبير 13 سنه واخ صغير 5 سنين. وهو اللي في النص يعني. فطبعا شافهم بيكتبوا فقال لي يا بابا انا عايز اكتب زيهم. طبعا انا عجزت، انا مش عارف اعمل ايه بالظبط. في حاجات كده انا بقف قدامها لما هو بيكلمني فيها يعني. فطبعا حاجه قالت لي قوم اعمل حاجه زي كده. والاطراف بتاعته دي سالت بكام؟ قالوا لك بكام؟ ولا كان ما حدش قال لي بكام بالظبط. انت ما حاولتش تعمل له اطراف ليه؟ طيب ما حضرتك ما فيش اطراف هنا موجوده في مصر الحاجه الرباعيه، انما لو طرف واحد او طرفين ممكن يتعمل هنا. فطبعا حضرتك هو اتولد كده، هو اتولد كده من غير دراعات ورجلين. فطبعا انا لما عملت وانت عملت الفكره دي خدت مني عده ساعات، مش خدت مني وقت قليل، لا كتير. لا يعني فكرت فيها ازاي؟ والله انا بقول لحضرتك حد قال لي قوم هات ازازه واقطعها وخرم لها وحط قلم هنا وحط معلقه هنا، وبدات ان انا اركبها زي ما حضرتك شايفه كده. حد قال لك ده ربنا يعني قصدك صح؟ الله سبحانه وتعالى قال لي قوم اعمل حاجه. اوهمك لكده يعني. بس هو اللي حركني ان انا اعمل حاجه زي كده. وما خدش وقت في التمرين خالص؟ لا لا، لوحده على طول تلقائي 5 دقايق لقيته بيكتب لوحده وبيشخبط لوحده. بجد؟ والله. وحطيته معاه. وريني كده. هو لازم القلم ده؟ طب ماشي. اه ماشي. تعالي حاجة. كتير كده؟ بتعرف تكتب كتير كده؟ خلي يا سيدي يكتب 5 4 3 2 1، مش مشكلة. شاطر قوي. برافو يا زياد. هو ما بيكتبش، مش متعود على الكتابه. اه. فلسه بيبدا يعني ان هو يعمل حاجه. بقاله قد ايه الفكره دي؟ هو 3 ايام 4 ايام بالكتير يعني. 3 ايام يعني. اه.
ومشي بقى بال اللي عمل ايه؟ هو بيشتغل بيها يعني، هو ما بيخلعها بيبقى زعلان كمان في البيت يعني. هو المفروض يعني لما بيشوف اخواته بيكتبوا عايز الازازه تفضل راكبه على طول في دراعه كده ويكتب. طيب والاطراف الاربعه دول قالوا لك ممكن يتعملوا بره؟ هو حضرتك في حد شافه؟ دكتور يعني شافه، شاف الحاله وفحصها وكده، فطبعا قال زياد مش موجود له حاجه هنا في مصر خالص. انت نعمل لك الاطراف دي بره يعني؟ الاطراف ديت موجوده حضرتك في المانيا او في امريكا. فمن يومين كده برضو في حد شافه برضو على الفيسبوك. احنا ممكن نسافروا المانيا. هي الحاجات دي موجوده بالفعل هناك، وانا اوريها لي على الفيس الاطراف ديت حاجه مستوى عالي يعني. لان الحاجات دي مش موجوده عندنا هنا في مصر. خلاص احنا نسافروا المانيا نعمل اطراف ان شاء الله. الفيزا بس، ناخد التاشيره بس هي اهم حاجه. مامته تيجي بس مثلا. ليه بقى كلميني شويه على الصبر على الابتلاء ده. يعني انت لما خلفتي ولقيتيه من غير ايدين ورجلين اول مره شفتيه كده عملتي ايه؟ قلت الحمد لله. بجد رضيتي يعني؟ الحمد لله، قضاء الله لازم ارضى. بس كان بيتعبك بقى في انه متضايق مثلا مش عارف يمسك مش عارف يمشي؟ كان صعب عشان حواليه ولاد تانيه طبعا شايف. وانا كان نفسيتي انا ونفسيته متدمره، بس حاولت اتعامل معاه. هو اللي علمني ازاي اتعامل معاه. هو فضل 4 سنين نايم ما بيتحركش خالص. فضلت انا بنفسي عملت له علاج طبيعي، ولا دكاتره ولا اي حاجه خالص. لما قعد بعد 4 سنين ابتدى يقعد ويتحرك، وبدات اودي تخاطب، بس ما ينفعش اتخاطب معاه. نفسيته هو تعبت اكتر. يعني حاسه ان هو نفسيا مش مظبوط؟ هي نفسيا اللي مأثره عليه عشان كل اللي حواليه عايز يبقى زي هو، عنده اراده طبعا. واضح. طيب احنا نبعت لالمانيا الصور ولو احتاجنا منك صور تانية نيجي نصوره تاني فوتوغرافيا. ممكن هو قالع مش هنطلعها في التلفزيون يعني، نبعتها بره ونسافره ان شاء الله باسرع وقت ان شاء الله. انت بطل، احنا جايين نقول لك ان انت بطل وشاطر جدا 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 جدا. في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف جبان، الأمل يفتح ببان، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. المس خضار الشجر، حس بضياء في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. في ناس كتير ترضى المصير، ناس تشوف بضمير ضرير،
عمل العملية سلموني الولا ما بتحركش. ابني طالع بايت من جوه. شفت الولا؟ حطيته على الترن قال لي اطلع بره. ليه؟ مش حرام عليهم يعلموني من ابني ضنايا. بقلب الروح